طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عاوزين النهاردة هنطبق على HTML و CSS، او ده اللي احنا كنا مخططين له. في ويب سايت هنعمل زيه بالشكل ده كده، ماشي. في شوية تفاصيل جديدة في الموضوع ده، هوت حاجات ممكن احنا واخدينها قبل كده، حاجات واخدينها بس مش بشكل مباشر، حاجات واخدينها نص نص، حاجات مش واخدينها خالص. الحاجات دي كلها هنشوف الدنيا فيها ان شاء الله. الشغل ده فيه شوية حاجات تبع، او يعني هو الموقع ده معمول بالبوتستراب، ماشي. بس هسيب لكم الاختيار، عاوزين ان احنا نعمله بالبوتستراب ماشي، عاوزين نعمله HTML و CSS. ده اللي انا هفضله بصراحة، تمام. في شوية جافا سكريبت، يعني مثلا لو جينا هنا اهوت، لو فتحت الحاجات دهيت، ده فكرة نافيجيشن، وكان في حاجة كمان فوق هنا اهوت بس مسحتها، كان دهوت بيتمسح ويتكتب كل شوية. كل دوت جافا سكريبت. السلايدر دهوت، السلايدر ان هو يكون بيتحرك، السلايدر دهوت كون ان هو يكون بيتحرك، ده بوتستراب. بس الشكل ده والانيميشن اللي بيتعمل هنا ده عادي، مش مفيهوش مشكلة ده ان شاء الله، ماشي. بس هو ده الويب سايت، ممكن احنا نقعد نشتغل عليه. لو واخدين بالكم النافيجيشن بار وانا نازل هو ثابت معايا، هو مش موجود فوق، مش زي الهيدر دهوت، يا دوبك مثلا كلمة هلو دهيت لو انا نزلت فهي بتختفي، النافيجيشن بار دهوت هيفضل ثابت معايا. دي بالنسبة كنا عملناها قبل كده، تمام. ماشي، ممكن كده ان احنا نبدأ. بس انا عايز اشوف رأيكم، تحبوا ان احنا نعمله دهوت بالبوتستراب، ولا اللي انا افضله شوية ان هو يكون HTML و CSS، عشان نشوف الدنيا فيهم بتمشي ازاي اكتر واكتر. هو التمرين انت بيبقى بناء على ايه؟ لا، هو احنا لو هنشتغل شغل شغل، لو ان احنا في شركة مثلا بنشتغل، لا هنعمله بالبوتستراب طبعا، اللي هو مفيش اراء هنا، تمام. بس انا دلوقتي عاوز حابب HTML و CSS على اساس ان احنا نطبق عليهم اكتر واكتر، ونخلي البوتستراب في السيشن رابع سيشن ان شاء الله تبقى للبوتستراب. انا بتهيالي برضو HTML و CSS افضل. تمام، احنا ممكن نبدأ. طيب، ده اللي انا عملته. انا عملت بس الستراكشر بتاع البروجكت، ملف الستايل سي اس اس، والصور جبتها نوت في فولدر الامجز، وعملت فولدر جافا سكريبت ملوش اي لازمه، احنا مش هنستعمله كده كده. وادي ال HTML اللي ما عملتش فيها اي حاجه مختلفه، تمام. طيب، احنا قلنا ان السيشنات ديت ان شاء الله هتكون مراجعه، بس ممكن ان احنا ناخد حاجات يعني الى حد ما جديده، حاجات صغيره جديده. فتعالوا نرجع لتاج كنا اشتغلناه قبل كده والدنيا كانت تاهت مننا فيه شويه، اللي هو كان تاج الميتا. طيب، تاج الميتا ده غرضه ايه؟ غرضه مش ان انا هحط المحتوى بتاع الصفحه هنا، محتوى الصفحه طبيعي ان انا هاجي في البادي نوت واكتب الحاجه اللي انا عايزها، عايز ديف، عايز باراجراف، هحطه هنا. بس الميتا بيوصف الحاجات ديت، زي كاني بقول له الموقع ده هو موقع بتاع الحاجه الفلانيه، موقع مثلا بورتفوليو، او ان الموقع ده هو موقع تجاري، او موقع تعليمي، او ايا يكن، تمام. الفترة اللي فاتت كل حاجة احنا كنا بنكتب الموقع بتاعتنا من غير تاج الميتا، والدنيا كانت بتشتغل عادي وده تمام. بس في شوية حاجات احنا متعودين ان احنا نكتبها للأفضل، للسيو، لأسباب كتير، تمام. طيب، انا في تاج واحد عايز اجيبه، طيب انا اخده كوبي بيست. تاج الفيو بورت. طيب، تاج الفيو بورت دوت مهم جدا 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 جدا، يمكن هو ده الوحيد اللي هقول لك لازم انت تكتبه في اي موقع انت تشتغل عليه في اي وقت. طيب، تعال نشوف هو ايه لازمته، او بيه، او من غيره ايه اللي هيحصل. تعال نجيب حاجة احنا كنا عاملينها قبل كده، الداشبورد تقريبا كان سيشن 10 مش كده، 11. طيب، لو فاكرين الشكل ده هوت كانت الدنيا تمام، وكان حتى ريسبونسيف. لو ان انا جيت كده، فاكرين ده كان بيحصل والدنيا جميلة.
بس في الحقيقة لو انا دهوت شغلته على الموبايل، لو شغلته على الموبايل بحقه حقيقي، لو جبت الموبايل كده وشغلته مش هيشتغل، هيحصل فيه مشاكل والدنيا مش هتبقى تمام. طيب اعرف ازاي من غير ما اصغر الشاشة والكلام دهوت؟ هاجي على الانسبكت، ماشي. لو انا جيت هنا العلامة اللي تحت على الشمال دهيت بتخليني اشغله على ديفايس تاني، فانا لو شغلته على مثلا ايفون 12 مكتوبة فوق هنا اهوت، هيطلع بالشكل ده، فاللي هو كأنك يزيد مغى زيد يعني، انا ما خليتهوش ريسبونسيف كده ولا حاجة، تمام. لو انا خليته برضو سامسونج او اي موبايل الحاجة تطلع بنفس الشكل ده، تمام. فهنا انا محتاج ان انا اقول له تاج الميتا دهوت، اللي انا بقول له ان الفيو دهوت الفيو بورت اللي انا هشتغل عليه. بص يا باشا، شوف الويتس بتاعك هتخلي قيمته بالديفايس ويتس، تمام. الديفايس ويتس ذات نفسه مش الشاشة وكده اهوت، تمام. الاختلاف ده هيغير الموضوع كتير. اه تعال نتأكد، هاخد دوت برضو كابي، نروح عند الداشبورد دهيت، هو فتح صح. وتعالى هاجي اكتبه هنا مثلا، مجرد بس ان انا عملت ريفرش الحاجة اشتغلت. اه ماشي، ممكن هي مش ريسبونسيف 100%، ممكن مش الحاجة متظبطة زي ما احنا كنا متوقعين، بس حصل فيه اختلاف، تمام. هل الاختلاف ده هو اللي انا عايزه؟ اه بالظبط هو ده اللي انا عايزه، تمام. فده بيخليني اركز على التاج دهوت بالشكل ده. طيب انا هحفظه؟ لا، خدوا كوبي بيست، ماشي. عايز اقول لكم، انا كنت مرة بشوف محاضرة لسيس 50، فهو كان بيشرح HTML، فكتب تاج ال HTML عادي، كتب تاج الهيد عادي، كتب تاج البادي عادي، وبعدين وهو بيكتب ده فهو بيكتبه ميتا نيم بيساوي فيو بورت كونتنت بيساوي ويدث كذا كذا، بيكتبه عادي كأنه حافظه، بس هو ظاهر في الكاميرا ان هو بينقل من ورقة، فهو حتى ساعتها بيقول على فكرة يا جماعة انا مش حافظه، انا بنقله زي ما هو مكتوب قدامي، تمام. فده مش عيب، ده عادي جدا، اللي هو زي ما شفته حتى بعد كده واحنا بنشتغل في البوت ستراب، بقول لك ايه، ادخل بوت ستراب هاتوا كله كوبي، يلا بيست، يلا صباح الفل، تمام. فادي تاج الميتا اللي انا عايز ان احنا نبص عليه النهارده. طيب تعالى بقى ان احنا نكمل ولا كان حصل اي حاجه. دلوقتي انا عندي الويب سايت، وراح فين اهو، هو بيتكون من شويه حاجات. اول حاجه في عندي نافيجيشن بار، وبعدين الهيدر، ده احنا عملنا الشكل ده قبل كده، تمام. والحاجات ديت اغلبها عملنا شبهها قبل كده. طيب تعال نبدأ من النافيجيشن بار ونشوف ممكن نعمل ايه. نعمل ناف عادي بالشكل ده، وممكن اديله كلاس برضو ناف بار. طيب في الحالة دهيت الكلاس دوت هو المفروض ان احنا هنقول ان هو ملوش لازمة، بس انا بفضل ان احنا دايما دايما اي حاجة اديها كلاس، كل انا اديها كلاس، فده هيساعدني بعد كده ان انا اعمل ناف تاني، ان انا ممكن احتاج اكتر من ناف في الموقع، فواحد يبقى له الكلاس دهوت، واحد يبقى له كلاس تاني، واحد يبقى له كلاس ان هو يبقى لايت، واحد يبقى دارك، ايا يكن. دي نقطة أولى. والنقطة التانية ان عشان بعد كده لما نيجي نشتغل على البوت ستراب احنا بنستعمل الكلاسات ديت، فيعني ايدينا تتعود عليها شويه، ماشي. طيب قبل ما اكمل انا عايز اشوف حاجه كده. دلوقتي انا عندي ده هيبقى هيدر، وعندي ده هيبقى مثلا البورتفوليو نقول عليه، ودهوت السيرفيسز، ودهوت او ماشي تعالى الاولين دهوت كان الاباوت، دهوت البورتفوليو، وهكذا. لو انا بصيت على ال HTML ايه اللي هيميز السكشن عن التاني؟ لو بصيت، لو خليتهم كل واحد منهم سكشن، هلاقي ان الاختلاف في الكلاس بتاع كل واحد منهم. طيب انا عايز حاجة تكون واضحة شوية، لان هما لما يكونوا كتير الدنيا هتبقى صعبة ان انا اقراها، فانا ممكن انت تعمل حاجة لذيذة، اعمل كومنت. هو الكومنت مش اصح حاجة ان انت تعمله، بس ماشي اديك عملته. start navigation bar، انت ممكن حتى تيجي بعدها بشويه تبقى مش فاكر هو ناف بار ده هي اختصار ايه، يعني هو احتماليه ان حاجه زي ديت تحصل صعبه، بس ماشي تعال نقول انها ممكن تحصل. ادي اند نافيجيشن بار بالشكل ده. طيب هي برضو مش باينه، ممكن انت تعمل علامات حواليها بحيث ان هي تبقى واضحه، تبقى كبيره بالشكل ده هوت. عايز تعمل كده ماشي، مش عايز تعمل كده انت حر عادي، يعني هو مجرد شكل جمالي، اه مجرد بس شكل مش اكتر، تمام. طيب خلينا نمسح الاثنين دول ما لهمش لازمه.
طيب تعالى بقى ايه، نيجي جوه الناف بار ونشوف الحاجة اللي احنا هنعملها. زي قبل كده احنا بنحط الحاجة اللي على الشمال والحاجة اللي على اليمين، ممكن ان احنا نعملها رو، وده هو تبقى اتش 1 وده هو تبقى ان اوردر ليست. ماشي، يبقى هعمل له رو. طيب رو ده هو كان موجود في البوت ستراب بس، فهنا هو مفيش حاجة اسمها رو، فانا هاجي في السي اس اس واقول له بعد اذنك يا فندم اي حاجة واخدة كلاس رو يبقى الديسبلاي بتاعها display flex. ماشي، وهاجي اديله بقى الكلاسات اللي انا عايزها التانية، مثلا اديله كلاس رو او ناف بار رو، ناف بار داش رو. ليه؟ علشان انا هبدأ اوزع الحاجة جواه، هقوله ناف بار رو. وتعالى شوف بقى هكتب ايه بعدين لما نشوف الحاجة قدامنا الاول. طيب تعالى هنا هقوله اتش 1 وهقول له يو ال. طيب هاجي عند ال H1 اقول له لورم مثلا، لورم ابزم كده يدوبك. وتعالى هنا برضو هقول له ادي ال اي جواها ايه، بتودينا على حاجة فاضية. ونشوف الحاجات اللي عندي، هلاقي هوم اباوت سيرفيسز ورك كلاينتس بلوج كونتاكت. ماشي، تعالى نيجي هنا ادي هوم، ادي سيرفيسز او about الاول services work clients blog contact. طيب تعال بقى ايه نفتح الصفحة بتاعتنا، طبعا هنلاقي الحاجة مش شغالة والحاجة مش مظبوطه، بس ماشي احنا ده اللي احنا عاوزينه، اهو ده اللي احنا كتبناه. طيب اول حاجه هلاحظها ان احنا في عندنا حاجات اساسيه احنا كده كده دايما متعودين ان احنا نغيرها، زي اول حاجه نقطه المارجن والبادنج بتاعت البادي او بتاعت كل حاجه. الاول من فتره كده كنا بنعمل ايه بادي، واجي اقول له المارجن صفر والبادنج برضو صفر. ماشي، وهاجي اعمل ريفرش هلاقي الدنيا اشتغلت، بس مازال برضو عندي ال H1 ده واخد مارجن. لو بصينا كده لو ان انا عايز ارجعها برجعها من نفس الزرار اللي انا شغلتها منه. هاجي على ال H1 ده هو في حد ذات نفسه هو في عنده مارجن، هو عامل مارجن توب كده اهوت. لو بصينا كده او مارجن بلوك ستارت 83% M. ماشي، فممكن انا بدل ما اخليها بادي انا باجي اقول له هنا كل حاجه كل حاجه كل حاجه، اعمل ريفريش كل حاجه ايه المارجن بادنج بتاعتها اتظبطت. طيب في عندي بعد كده ان انا هاجي على اليو ال ديت، ممكن اجي كده اقول له دوت ناف بار اليو ال اللي فيها ليست ستايل بتاعتها تبقى نون، ليست ستايل نون كده، الدوت اللي كانت موجوده هنا اتشالت. ماشي، النقطة دهيت نقطة النهاية بتاعت لورم ابزم. ماشي، طيب بالنسبة للكتابة ذات نفسها لا، ما ينفعش ان انا اجي اقول له مثلا كده color بوايت، لو انا عملت كده مش هيشتغل لان دولت كلهم ايه، دولت انكرز، فلازم ان انا اقول له الاي اللي فيها هو اللي هتشيله، هو هتغير قصدي اللون اللي فيه. يبقى ادي دوت ناف بار يو ال اي، هقول له ان الكالر خليه مثلا دلوقتي بلاك، هيشتغل كده هو اشتغل تمام. وبرضه هقول له تكست ديكوريشن نان كده الدنيا تمام. طيب دي اول نقطه لحد دلوقتي. طيب فاضل بقى ان انا عايز اجيبهم على الجنب، يبقى جاستيفاي كونتنت سبيس خليها اراوند كده ونشوف. هي كده تمام، كده دول على الشمال وديت على اليمين والدنيا تمام. ماشي، فاضل بقى ان انا هاجي انا عايز كل واحده تكون جنب التانيه عادي، ده هما دلوقتي كل واحده في سطر. طيب احنا كنا بنعملها قبل كده، بس انا اتلخبطت، انا نسيت انا عايز اخلي اليو ال هي اللي الديسبلاي بتاعها ان لاين او ان لاين بلوك، هو هتبقى ان لاين بلوك. طيب انا لو جيت دلوقتي خليت اليو ال فعلا هي اللي الديسبلاي بتاعها ان لاين بلوك، المفروض ان مش هيحصل حاجه، فضل زي ما هي. ليه؟ هو ايه اللي كل واحده في سطر لوحدها؟ يعني انا لو جيت دلوقتي عملت كده
ايه اللي مخلي about دي في سطر لوحدها؟ ان about دهيت موجوده جوه ايه؟ جوه ال اي. يبقى ال اي هي اللي واخده الديسبلاي بلوك. ماشي، فانا مش هعمل كده، انا هاجي اقول له دوت نيف بار اي ال اي فيها الديسبلاي بتاعها ان لاين بلوك. كده المفروض هتشتغل كده، تمام، اشتغلت والدنيا جميله. طيب هاجي على النيف بار دهوت واديله باك جراوند كولر مثلا ريد، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. هو لسه صغير، انا عاوز ان انا اكبره شويه، هخلي الهايت بتاعه اتش اي او جي اتش تي، الهايت بتاعه مثلا 60 بكسل زي ما كنا بنعملها قبل كده. ماشي، معقوله، ممكن اخليها 70. وطبعا عشان اخلي الكلام في النص هقول له align items، align items center، تمام كده الكلام حلو. طيب هنا لو انا جيت سالتك الخلفيه ديت لونها ايه، واضح ان هي سمراء، واضح، يلا اكتب بلاك. بس هي مش سمراء، يعني لو ان احنا جينا بصينا هنا هنلاقي ان السحاب باين، هو مش باين قد كده بس يعني الى حد ما باين، تمام. فهي مش سودا، وهتبان قوي لو ان احنا نزلنا هنا، هنا باين ان وشه لسه باين من هنا، شعره باين من هنا اهوت ورا النافيجيشن بورد ذات نفسه. فهي ديت نقطة الاوباسيتي، فانا هاجي على الباك جراوند كولر واقول له ار جي بي اي مثلا، ممكن اخليها 0 0 0 اللي هو الاسود، والاوباسيتي تكون مثلا 8 من 10. ممكن اخليها افتح شوية، اغمق شوية، خليها 7 من 10. نبقى نشوف موضوع اللون دهوت بعدين، هي تقريبا هتبقى فعلا كده. طيب فاضل طبعا الكتابة كلها دهيت هتبقى لونها ابيض. ماشي، هاجي على الرو نيف بار لو، هخلي الكالر وايت. هنا اللي هيتغير هيبقى ده بس، ليه ده بس؟ لان اللي هنا دولت كلهم واخدين اللون من ان هما ايه، مش من الكالر العادي. فدهوت بقى لونه ابيض اهوت، ودول فضلوا اسود. فاجي اهوت اقول له الكالر هنا هتخليه ابيض. ماشي، لحد دلوقتي النافيجيشن بار لحد ما تمام. هو فاضل برضو ان انا عايز ابعد دولت شويه عن بعض، اديله مارجن مثلا 0 ويمين وشمال نقول مثلا 10 بكسل. 10 بكسل ممكن يكون كتير او شويه، ممكن اجي هنا فين ال 10 بكسل عند ال LI ال 10 دهيت، ازود انقص، انا شايف الحاجه قدامي من غير ما اقعد اروح اعمل ريفرش واجي واروح ومش عارف ايه. 15 بكسل، كويس. طيب انت الكلام ده مش عاجبك، عايز تخليهم 10 اتس اب تو يو، مفيش مشكله. عايز تخليهم 20 اتس اب تو يو، مفيش مشكله. المشكله هتكون ايه؟ المشكله ان انا اجي اقول لك خد اليو اي ده، الديزاين ده اعمل لي زيه بالظبط. هتبقى انت محتاج تعمل نفس المقاسات، نفس الفونت سايز، نفس الفونت نفسه، نفس الخلفيه، نفس المسافه، المسافه ما بين الصفحة من فوق لحد كلمة هلو، المسافة بين هلو و I'm Larry Daniels دهيت، المسافات ديت لازم هي تكون مظبوطة بالبكسل، تمام. لما تيجي نهوت المسافات دهيت الويتس بتاع دهوت يكون مظبوط بالبكسل. طيب ما ده صعب، انا هقعد اعمله ازاي؟ انت هتعمله عن طريق اكتر من حاجة. اول حاجة ان انا وانا بدي لك اليو اي هقول لك المسافات قد كذا، هقول لك ان اللون ده كذا، الخلفية ديت لو واخدين بالكم هي مش ابيض ابيض، هي سكري كده. فاجي اقول لك اللون ده هو الهيكسا بتاعه مثلا او الار جي بي اي بتاعه كذا 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 بالظبط، تمام. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان انا لما هاجي اعمل لك اليو اي انا هعمله بالمسافات اللي احنا او المسافات او الابعاد اللي احنا متعودين عليها، اللي هي مثلا زي بتاعه البوتستراب ان الكونتينر بيبقى كذا كذا كذا. فديت مش نقطه ان انت تقلق منها او تتخض منها، او ان انت تقول ان احنا دلوقتي مثلا ماشيين غلط، لا احنا ماشيين يعني بالمتاح معانا دلوقتي، تمام. طيب تعالى بقى ان احنا الى حد ما خلصنا كده ده. طيب هو في حاجه هنا اهوت، لو انا جيت ضغطت هنا اهوت عند سيرفيسز هو مش بيروح لها على طول، هو بيتحرك كده في حركه سموزي شويه. تعالى عند البلوج هيبان شويه، خد مثلا ايه ثانيه ولا حاجه عشان يوصل، تمام. فديت برضو هنعملها، هنرجع للناف بار تاني، في شوية حاجات في النافبار لسه ما خلصناش، هنرجع له تاني، بس أنا عايز إن احنا نمشي شوية. تعالى ندخل على الهيدر
كده نقول ان احنا خلصنا النافيجيشن بار. هنيجي على الهيدر واديله برضو كلاس هيدر، وبعدين هاجي اعمل الكومنت دهوت. طيب في البداية انا عايز اجي عند الهيدر دهوت دوت هيدر، واقوم مظبط له الباك جراوند كولر، باك جراوند قصدي ايمج. طيب انا لو جبت يو ار ال ورحت راجع لورا خطوتين او خطوة، ورحت داخل على الايمجز وبعدين داخل على الصورة اللي اسمها بي جي جي بي جي، ماشي. يبقى المفروض اديله الهايت والويتس. الهايت 100 في اتش والويتس 100%، موجودة اهي. طيب هنلاحظ اكتر من حاجة. مبدئيا اللون طبعا مختلف، المكان بتاع الصورة مختلف. لو واخدين بالكم مثلا ايه، عايز اي حد كده يحط ايده مثلا عند راس الراجل دهوت، حط ايدك كده هنا بعدين نروح هنا، هتلاقي ان راسه مش عند صباعك بالظبط كده، تمام. فعايزين بقى نظبط الحاجات ديت، وطبعا غير اللون. طيب تعال نيجي على موضوع اللون. اللون ده هو اتعمل ازاي؟ احنا كنا عاملينها برضو قبل كده، ان احنا بنديله شفافية او بنديله قصدي يعني ايه لونين او خلفيتين، تمام. واحدة منهم بيبقى لون والتانية هي الصورة، تمام. نيجي لينير جراديانت بالشكل ده بقول له كوما والصورة. طيب لينير جراديانت خلينا نقول مثلا RGBE كوما RGBE، يبقى هما دولت اللونين اللي انا هشتغل عليهم. اللون الاول تعال نشوف مثلا نخليها لون مزرق كده شويه ويكون غامق، فممكن نقول ريد جرين بلو، البلو اخر حاجه، يبقى مثلا 10 10 60، وهنا 10 10 60. طيب هيتبقى اخر حاجه اللي هي الاوباسيتي ذات نفسها، ممكن اديله مثلا 7 من 10، وتفضل هنا برضو ايه 7 من 10. ممكن احنا نقلل الازرقاء بتاع الصورة، 40 40، بدأت ان هي تظبط شوية. ممكن حتى ان انا اخليها بقى رصاصي بقى وخلاص، يعني ادي 20 هنا 20 هنا، الازرقاء خفيف خالص كده اتظبطت. طيب دي هت اول حاجة بالنسبة لموضوع بقى حجم الصورة. فاحنا المفروض نيجي نعمل لها ايه، مثلا سيدنا محمد الحجم قصدي بتاع الصورة، نديلها الباك جراوند بوزيشن وباك جراوند سايز والحاجات دي كلها. طيب تعالى باك جراوند سايز الاول هنقول له كفر، ماشي كده. ايه الصورتين، الصورة اتظبطت بس الصورتين لسه مش على نفس الحاجة. هنا بقى نلاحظ المشكلة التانية اللي حصلت. هنا انا كنت قايل لكم ان ده شفاف، ليه السحاب مش ظاهر تحته؟ لان السحاب بادئ من السكشن اللي بعده، لان احنا عملنا الهيدر بره النافيجيشن بار، فبالتالي انا محتاج ان النافيجيشن بار هيكون موجود جوه الهيدر، تمام. هاخده كده بالكومنت بتاعه، ادي كنترول اكس، واجي على الهيدر بالشكل ده. تعال نعمل ريفرش كده، اهي موجوده الخلفيه موجوده فعلا تحت النافيجيشن بار، تمام. طبعا في اختلاف في اللون، مفيش مشكله لو انت عاوز تجيب اللون بالظبط. ادي يا سيدي الانسبكت بتاعك، وتجيب المنطقه اللي واخده الخلفيه دهيت، شوف الباك جراوند موجوده فين، 0 0 0 6 من 10. فلو ان عملناها كده هتلاقي ان هي تطلع كده بالظبط. احنا عملنا حاجه مختلفه شويه، مش مشكله. ده انهي احنا عاوزين ده. طيب الخطوه اللي بعدها ان احنا عاوزين الكلام اللي في النص دوت، احنا كنا عملناها برضو قبل كده،
كنت باجي اخلي ان في عندي هنا سيكشن واديله كلاس مثلا الهيدر داش كونتنت، دوت هيدر، دوت هيدر داش كونتنت. انا دلوقتي عايز ان انا اوسطن المنطقة دهيت، اوسطن الحبة دول. ونفترض مثلا ان انا في عندي هنا ده ديف مثلا، انا عايز ان انا اوسطنه. طيب احنا كنا بنوسطنه ازاي؟ بالفليكس. طيب هو في حل تاني ان احنا نوسطنه، تمام؟ فسيبك من موضوع الفليكس وسيبك من القصة دهيت، وتعالى نعمل حاجة تانية. هجيب الهيدر كونتنت ده وهديله باك جراوند كولر، باك جراوند كولر مثلا ريد عشان احنا نشوفه، وتعالى نديله هايت 50 بكسل، او خليها مثلا ايه 300 بكسل، والويتس 400 بكسل. تعالى نعمل ريفرش هنا، موجود اهو. طيب انا عايز اجيبه في النص. طيب هو احنا كنا واخدين قبل كده موضوع بوزيشن، صح؟ بوزيشن، وان انا اقول له توب وبوتوم وكده، ماشي. هو مبدئيا انا هاجي عند الهيدر البيرنت لازم اديله بوزيشن ريلاتيف، عشان يجي هنا اهوت اقدر اقول له بوزيشن ابسولوت. هاجي اعمل ريفريش، مفيش حاجه حصلت، تمام. طيب لو جيت قلت له التوب مثلا صفر، هيطلع لفوق، هو موجود هنا خلاص، انا شايفه هنا، انا متاكد ان هو هنا يمين شمال، هو موجود هنا، تمام. طب انا لو قلت له التوب مثلا 10%، هيديني 10% من الايه؟ هل المسافة دهيت، هل المسافة دهيت هي 10% من الهيدر كله، ولا 10% من الـ الديف ده؟ لا، اللي انا شايفه ان هي 10% من الهيدر كله. طب لو خليتها 50%، لا هو ما جاش في النص، انا عارف ان هو ما جاش في النص، بس انا دلوقتي متأكد ان التوب بتاعه ده الخط ده كده هو موجود في نص الشاشة. طيب انا زي ما عملت توب، ممكن اعمل ليفت 50%، ماشي. طيب دلوقتي احنا كلنا شايفين ومتأكدين ان هو ما هواش جاي في النص. طيب هو فاضل له ايه عشان يجي في النص؟ حد يقول لي ان انا اقوم ماسك الديف الاحمر ده هوت ده كده، واقوم جايبه شمال سيكا كده وفوق سيكا كده. طيب انت عايز تطلعه قد ايه، تحركه قد ايه؟ هتقولي ان انا عايز احركه نص حجمه، يعني هو ده مثلا ايه الويتس بتاعه كان 400 بكسل، لو انا جبته على الشمال شويه 200 بكسل، والهايت بتاعه كان 300، لو انا طلعته 150 بكسل، هو كده هيجي في النص، هو كده انا متاكد ان هو هيجي في نص الشاشه. طيب انا ممكن اعمل كده ازاي؟ ايه الحاجه اللي كانت بتحرك الديف، او ايه الحاجه اللي بتحرك الحاجه من مكانها؟ ممكن الترانسليت. يبقى هاجي اقول له ترانسفورم بتاعي اديله ترانسليت، لو قلت له سالب 50% وسالب 50%، هو 50% من ايه؟ من الهيدر كونتنت ده، من الديف الاحمر ده. هاجي اعمل ريفرش، هو جه في النص، هو اتحرك ال 50% بتاعت التوب والبوتوم. تعالوا نبصوا كده ايه على موضوع التوب والبوتوم، 50% من البادي ذات نفسه، انما الترانسليت ال 50% دهيت هي 50% من الديف ده ذات نفسه. لو انا ايه جيت اقللها، لو خليتها مثلا سالب 100%، فهو المفروض ان بدايته كانت تبقى من هنا من عند الماوس كده بالظبط، انما اللي حصل ان نهايته هي اللي هنا، تمام. فلما اخليها سالب 50% بالشكل ده، انا جبته في النص بالظبط، سواء من ناحية الهايت، من ناحية الفيرتيكال او الهوريزونتال، ناحية هو فوق وتحت او من ناحية يمين وشمال. طيب انا ليه عملتها 50%، ما عملتش بالبيكسلز؟ لان انا ما معيش الهايت والويتس، ده المفروض اصلا كده كده همسحهم، والمفروض ان انا هاجي اكتب جواهم الحاجة اللي انا عايزها، تمام. تعال نشوف انا هكتب ايه مثلا، هلو كذا كذا. طب تمام، تعال هنا حط لي اتش 2 مثلا، هلو هلو وورلد، هلو وورلد المفروض تيجي فين؟ المفروض تيجي في نص الشاشة اهي، تمام. طبعا الخلفية ديت المفروض ان احنا نشيلها، تمام ماشي.
ادي الباك جراوند كولر ريد نشيلها، ادي هاللور ليد موجود عندنا مش باينه، هنخليها لونها ابيض زي ده هوت، تمام مفيش مشكله. واجي هنا هوت او عامل باراجراف لورم مثلا 6 كلمات كده حلوين بالشكل ده. طيب انا متاكد ان ده دلوقتي موجود في نص الشاشه والدنيا تمام، ممكن انا ابدا اديله تنسيقات. ادي دوت هيدر كونتنت، تعالى مثلا على ال H2 اديله فونت سايز 32 بكسل مثلا، ممكن احنا نكبرها 4 8 ماشي. والباراجراف كده كده هكرر كل ده، الباراجراف لا اخليه اصغر شوية ممكن 36 بالشكل ده. وطبعا كل حاجة هتخلي الكالر بتاعها ابيض، الكالر وايت تمام. فاضل برضو ان الحاجة تيجي في النص، يبقى تكست الاين سنتر، تكست الاين سنتر. طبعا لو عاوزين ان احنا نديلهم المارجن والبادنج بتوعهم تمام مفيش مشكله. طيب هنيجي نقعد بقى على الحاجات دي. الحاجات دي ببساطه يا عم هاتها صور، صور انت مش هتعرف تتحكم فيها، صور مش هتعرف تلونها، صور هتبقى المساحه بتاعتها عاليه قوي في اللود والحاجات دي كلها. خلينا اقول ان انت بيبقى في عندك وقت الصفحه بتتحمل فيه، يعني تعالى نعمل انسبكت هنا وتعالى على النتورك بالشكل ده، وبعدين انا مش هعمل ريفرش، انا هعمل كنترول اف 5 ماشي، كنترول اف 5 هيعمل ريفرش على كل الحاجات اللي عندي. لو بصينا تحت خالص كده تعالى ايه اهو الحبة دول، تعالى نفتحها من هنا ونكبرها. الصفحة دهيت اللي احنا فتحناها مساحتها 2 ميجا ماشي، شوف بقى سرعة النت عندي قد ايه وبتحمل في قد ايه. المهم ان الصفحة دي اشتغلت في فترة 780 ملي ثانية تمام. دي انهي صفحة؟ دي الصفحة اللي فيها كل حاجة، فيها كل الصور دهيت، فيها استدعاء للبوتستراب، فيها استدعاء لكل حاجة تمام. الصفحة دهيت المفروض ان هي اخف، برضو هعمل انسبكت، هاجي عند النتورك برضو هعمل كنترول اف 5، هشوف الحتة دهيت وتعالى نقارن ما بين الاتنين. دهيت كانت المساحة فيها يا دوبك 900 كيلو، ما كملتش ميجا، واخدت وقت دي 278 ملي ثانية تمام. الصفحة دي اتحملت في وقت أسرع تمام. فليه؟ لأن هي أصلا كده كده فيها صور أقل، يعني الصفحة دهيت هي دوبك فيها الصورة دي بس، صورة الخلفية، إنما هنا عندك صورة الخلفية دهيت وصورة الراجل ده والصور اللي تحت، وعندك ملف البوتستراب وملف الفونت أوسم والحاجات دي كلها تمام. فالصفحة ديت اخدت وقت اطول، فانت تحاول على قد ما تقدر ان انت تقلل استدعاء الحاجات اللي ملهاش لازمة تمام. طيب تعالى نكمل، ندخل بقى ايه على موضوع الايكونز دهيت، ان هي تكون فونت قسم قلنا انها تكون اخف بكتير خالص. طيب تعالى نيجي هنا وممكن ان احنا نحطها في UL، ممكن ان احنا نحطها في اي حاجة، ممكن نحطها في ديفات مفيش مشكلة. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. دي مواعيد، معلش حقك عليا والله، كان في مشكلة لا خير ان شاء الله. طيب الجزئية اللي جاية دهيت احنا ممكن نعملها لستة، ممكن ان احنا نعملها ديفات، ممكن نعملها اي حاجة. احنا عملنا قبل كده موضوع الليستة وخلينا تمام، خلي ده هي الديفات. ممكن ان احنا نديله برضو كلاس رو عشان الحاجات اللي جوه تتظبط، مش هنقعد نوجع قلبنا فيها. طيب كلاس ايكون مثلا كده وبالشكل ده، لو انا حطيت بس ايه مجرد بس حرف كده في كل واحد منهم ايه الاي ده؟ لا ده مجرد بس بليس هولدر عشان اشوف هما هيجوا ازاي. طيب هاجي هنا اهوت هلاقيهم موجودين اهم اهم فعلا، يعني هما تمام كده ماشي. هاجي بقى عند
ده هو واخد رو اقول له هيدر ايكونز هيدر داش ايكونز دوت هيدر ايكونز. طيب انا عايز ان انا اوزعهم، ممكن اقول له justify content space around مثلا لان هم هيبقوا بعاد قوي. طيب هنا ممكن بقى ان انا اعمل حاجة تانية خالص، ان انا اخليها center، اجيبهم بس في النص واجي عند كل واحد منهم وهو واخد class icon header icons وبعدين icon واديله margin فوق وتحت صفر ويمين وشمال مثلا 10 بكسل. تمام هم كده كويسين. ممكن انا ابعدهم شوية اهربهم شوية اللي انا عايزه، خليهم 15 زي ما عملنا فوق. طيب هاجي بقى ايه، ادخل على الفونت اوسم واجيب كل ايكون منهم. انا كان عندي ايه، فيسبوك تويتر لينكدين بيهانس يوتيوب. بالحاجات الفري واجي فيسبوك ادي كابي، تعالى هنا تويتر، المفروض كتبت التي في البداية، تويتر اهوت ادي كابي. طيب تعالى نبص كده على شكلهم الدنيا ايه. الدنيا مش احسن حاجة بس يعني بدأت ان هي تشتغل، بدأت تندع شوية ماشي. بعد كده مثلا عايز اللينكد ان وعايز مش عارف، هجيبهم على طول مش لسه هنروح نسرش عليهم ونجيبهم. طيب ممكن الموقع اللي جاي ده انا ما كنتش عارفه ايه، بيهانس ده هوت هو يعني ايه ده، هو موقع شبيه ببنترست، الثقب الاسود بتاعنا وبرضه صور والحوارات دي كلها. ف لو انت عارفه خير وبركه، لو انت مش عارفه اسال ايه الايكون دوت من اليو اي اللي جايب لك الديزاين وخلاص، يعني الموضوع سيمبل از ذات. تمام طيب في حاجه هنا غلط ماشي، هون جايب ده كده عامل ريفرش، الحاجه هي اشتغلت ماشي. ممكن بقى ايه المسافة صغيرة شوية او اكبرها زي ما انا عايز ماشي. تعالى هنا نخليها 10 بكسل وتعالى نشوف بقى في، او خلي بقى ايه فوق مثلا في 5 بكسل كمان، 5 بكسل ماشي. الدنيا بدأت تظبط شوية بس في تأثير هنا موجود اللي هو الدايرة السمراء اللي حواليها دهيت. طيب قبل كده كنا بنشتغل على النافيجيشن بار وعملنا الحتة دهيت، ليها اكتر من طريقة. دلوقتي الاي دهيت الاي دي، تعالى نوزعها كده شوية. الاي ديت موجودة جوه ديف واخد كلاس ايكون تمام. طيب انا لو جيت عند الايكون ده ذات نفسه دوت ايكون ورحت مديله مثلا بادنج 5 بكسل ورحت مديله باك جراوند كلر ريد مثلا وجيت اعمل ريفرش هنا، هو مش مربع سادة يعني، هو مش مربع. وحتى لو جيت اعمل الريديس بتاعته مش شرط ان هو يبقى دايرة، هيبان حتى في اللوجو بتاع لينكدين تمام. دهيت ساعات كده كده ما بتظبطش وساعات بتظبط، فبس الافضل ان انا بدل ما اجي اعمل كده انا هديها للايزات نفسها. فرقت ساعات بتفرق وساعات لا، ساعات الديف ذات نفسه بيكون واخد مارجن تاني او بادنج تاني او اللاين تاني او اي حاجه، فالاحسن ان انت تدي الحاجات ديت للايكون دي ذات نفسها تمام. الباك جراوند كلر تعالى نديله باك جراوند برضو ايه شفاف، اللون يبقى فاتح شويه مثلا 50.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 
كده نبص على الشكل ده والشكل ده، الاتنين قريبين من بعض ماشي، في كتابات مختلفة، في مارجن مختلف، في مش عارف ايه، بس احنا قلنا احنا مش عايزين حاجة بالظبط ماشي.
ايه الحاجات اللي احنا خدناها جديدة لحد دلوقتي؟ اول حاجة قلنا ان النقطة بتاعت الميتا ده مهمة. الحاجة التانية عشان انا اوسط الحاجة خدنا طريقة جديدة ان انا اديلها position relative، position قصدي relative للبيرنت يعني، و position absolute و top و left 50% و translate و transform translate سالب 50% سالب 50% هيجيبها في النص. تمام ماشي، فعشان كده هال lower let والكلام ده كله جه في النص، ممكن انا اديله شوية padding زي ما انا عايز. طيب تعالى ندخل على الجزئية اللي بعدها اللي هي ال about. طيب ال about انا شايف ان هي مكونة من جزئين، الصورة موجودة على الشمال، الكلام موجود على اليمين، في بروجرس بار، في شوية ايهات هنا اهوت والكلام اللذيذ ده كله. طيب عشان انا اعمل كده هقوم جاي هنا، سيب يا باشا شيل يا باشا المسافات دي كلها، سيكشن ياخد كلاس اباوت، بس الصوت الموضوع ده بيوضح كتير واحسن بصراحة. الايه؟ صوت اوضح واحسن بكتير من المره اللي فاتت. طب الحمد لله. start about و end about، طبعا مفيش حاجة لسه حصلت هنا، هاجي جوه ال about واحط له class row واديله كلاس، واديله كلاس تاني about dash row. ماشي انا عارف ان انا عندي هنا هوت div فيه صورة وdiv فيه كتابة، تمام، فهيجي هنا هوت او مديله div ياخد كلاس image، انا عايز ان انا اكتبها image بالشكل ده مش image كده علشان احنا ما نتلخبطش ما بين هو كان تاج ولا كان كلاس، لا الكلاس كده يبقى واضح قوي ومختلف عن التاج ذات نفسه. تمام، والتاني ممكن احنا نحط الايه about dash content الكونتنت اللي عندي. طيب تعالى هنا هحط له image، السورس بتاعها موجودة في images slash hero، وهنا تعالى نحط بس ايه مجرد لورم دلوقتي بالشكل ده، وتعالى نشوف الشكل هيطلع عامل ازاي. ماشي، هي الصورة تمام، الكلام تمام، الحاجة ما هياش جاية في النص انا عارف، وفي حاجة حصلت في الهيدر احنا كنا عاملينها قبل كده. لو واخدين بالكم من صورة الجبل ده مثلا، الجبل ده موجود فين؟ طول ما انا بتحرك هو ثابت، هنا هو طول ما انا بتحرك هو بيتحرك. ديت كنا بنعملها ازاي؟ حد فاكر؟ background بالظبط، background attachment fixed سبتهت. طيب هنا الدنيا تمام، بس اتبقى عندي النافيجيشن بار ما هواش تمام. النافيجيشن بار هنا هوت كان بيبقى ثابت طول ما انا نازل، هنا هوت النافيجيشن بار ما اتحرك معايا. طيب انا برضو هعمل نفس الفكرة، فكرة الفيكسد البوزيشن فيكسد. ماشي تعال على النافيجيشن بار ذات نفسه، الناف بار اهوت راح فين؟ مفيش ناف بار. طب تمام، دوت ناف بار بوزيشن فيكسد. هو كده ثابت مكانه، بس الحاجة اتغيرت، في حاجة اتغيرت، فأنا ممكن أجي هنا دي اكتر بقى من حل، ممكن انا مجرد اديله الويتس 100% تقريبا تشتغل كده بالشكل ده. طول ما انا نازل النافيجيشن بار هيفضل ثابت معايا مفيش مشكلة، اللي هو نفس الشكل اللي موجود هنا، طول ما انا نازل في الصفحة من تحت النافيجيشن بار موجود عندي وهو كده كده شفاف، فهو ثابت معايا مفيش حاجة تانية اتغيرت. تمام، طيب تعال نكمل بقى وندخل على الاباوت. احنا عملنا هنا هو دارو، فهما جايين اتنين جنب بعض، انا عايز ان انا اوزعهم. هو واخد هنا هوت كان كلاس ايه about row، هو كل ده بس CSS صح؟ مش هما لا لا لا، ادي about dot about row، وهديله justify content center،
لان هما كده كده لازقين في بعض اساسا. ماشي. ممكن اجي بقى عند كل ديف منهم دوت اباوت ترو، الديف المباشر دي ياخد طيب هي هيبقى ليها اكتر من سكه. مارجن ليفت ايه؟ مارجن ليفت، مارجن ليفت للاولاني. لا التاني اللي هو المبزل. ما هو يعتبر مفيش مارجن ما بينهم، انت لو هتبص هنا هتلاقي ان الاثنين يعتبروا لازقين في بعض. بص هو ده معمول بالبوت ستراب، فالدنيا ابسط في البوت ستراب، بس تعال نبص هو معمولين ازاي. هتلاقي ان ده واخد خمسة والتاني ده واخد بقية السبعة او ستة. تمام. فهو ده اللي حصل. تعال بقى ان احنا ممكن نعملها ازاي. نعمل كونتينر، تعال نعمل هنا كده دوت كونتينر، ده اسلم حل بالنسبة لي يعني. طيب الكونتينر ده انا هديله ويدث مسافة معينة او حجم معين. تمام. هيجي هنا برضو دوت كونتينر ويدث مثلا 70%. هو بالشكل ده هما مجوش في النص صح؟ ادي الكونتينر. انا عايز اجيب الكونتينر في النص. طب تمام. مارجن ليفت 15% مثلا. الكونتينر كده موجود في النص. ماشي. والحاجة اللي موجودة جوه هي متسنترة. انا مش عايزها تكون متسنترة. ممكن اقول له space around، space between قصدي. الحاجة كده جت على الشمال وعلى اليمين، على الشمال خالص، على اقصى الشمال، شمال الكونتينر. كونتينر اهوت. والكتابة هي راحت فين اهي، موجودة على اقصى اليمين. فين 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 اهي، اقصى اليمين من الكونتينر. تمام. طيب هي الكتابة مش هتبان بالشكل ده هوت، وكده كده لسه في شغل كتير هيتعمل هنا، فالحاجة هتيجي على الشمال شوية. ماشي. فتعال نسيبها كده دلوقتي ونشوف هتشتغل ولا لأ. طيب الايمج انا خلاص عملتها وخلصتها وصباح الفل. تعال هنا بقى نبص انا عندي ايه هنا. دوت ممكن نقول عليه اتش 2، ممكن دوت سبان، دوت باراجراف، دوت سبان انا ايه مدخنه شوية. طب تمام. ونشوف دولت هيتعملوا ازاي بعدين. هاجي هنا ادي الاتش 2، نكتب اي اسم، جون دو. ويجي سبان تاني في لورم مثلا 6 كلمات، وباراجراف في لورم عادية. تعال نعمل ريفرش. الكتابة كده مظبوطة وفعلا خلاص الدنيا جنب بعضها والدنيا مش على الشمال وكل حاجة جميلة. فاضل بقى ان انا اظبط المارجن والبادنج بتاعي. ممكن اجي عند السكشن ذات نفسه. سكشن كان اسمه ايه؟ كان اسمه اباوت. ماشي. هاجي عند الاباوت، هديله بادنج مثلا 5 رم و0، 5 رم اهي مسافة فوق كده الدنيا مظبوطة شوية. ماشي. ممكن برضو ايه اجي بقى جوه الاباوت دوت اباوت اتش 2 فونت سايز 40 بكسل. ماشي. طيب انا عايز الكتابة اللي تحتها دهيت في سبان تحت ال H2 على طول. تعال نرجع ل HTML تاني. انا عملت هنا 3 حاجات، 3 عناصر. ادي ال H2، وادي السبان اللي فيه كتابة صغيرة، وادي الباراجراف اللي فيه كتابة عادية. ماشي. اهو ده بمثابة السبان، وده هو بمثابة الباراجراف. ماشي. فتعالى نكتب هنا هوت about me بدل جندو ده. طيب انا ممكن الاسبان دهوت اقوم مديله كلاس، اقول له تايتل او البوزيشن بتاعي او كده، واجي هنا اقول له دوت اباوت دوت تايتل.
تعالي نبص على لو انا اديت له مارجن توب مثلا 10 بكسل، او بلاش المارجن توب، خليها دلوقتي ايه، نظبط الفونت سايز الاول، طبعا هيكون اصغر من ال40 دهيت واكبر من ال16، ممكن احنا نقول مثلا من 4 بكسل اهيت، ممكن نصغرها شوية مش دي. وبعدين بقى الباراجراف ده، فاجي هنا اقول له دوت اباوت الباراجراف، اديله مارجن توب 30 بكسل، خليها 50 وكبر الخط شوية. الفونت سايز التاني دوت كان 20، ممكن انا اكبرها شوية عن ال20 بالشكل ده. هاتلي كمان الرماية هنا، عشان عايز الكتابة تبقى كتيرة شوية كده عشان الاتنين يبقوا قريبين من بعض. طيب الكتابة ممكن انا اغير اللون بتاعها، ماشي، هاجي عند التايتل ده واخلي الكالر جراي، مش من هنا، الكالر كده بدأ يبقى مظبوط، وبرده نفس الفكرة عند الباراجراف. في هنا هوت يعني الاسم ده هوت، لو انا قلت له I am فلان الفلاني، تعال نيجي نشوف ممكن اعمل ازاي. I am جون دو. طب انا لو عايز ان جون دو ده هوت يبقى الشكل بتاعه مختلف شوية، فكنا بنعملها بالشكل ده، بحطها جوه سبان. جون دو، جون دو ده هوت حاجة عاملة زي ان احنا بنقول في العربي فلان الفلاني، انا ما بقولش اسم، انا بقول فلان الفلاني، فهي برضو عندهم جون دو. هاجي هنا اهوت اقول له دوت اباوت البي، في جواها سبان اللي هو الاسم دهوت، هقول له ان الكالر بتاعه مثلا بلاك اهوت، ده بلاك كده اهوت، وهو عامله هنا اهوت بولد. طيب البولد دهوت بيتعمل ازاي؟ ان انا اقول له فونت ويت، فونت ويت اقول له بولد بالشكل ده، هيجي ايه تخين شويه. طيب لو انا بصيت على الجزئيه دهيت، هي الجزئيه ديت ليها اكتر من طريقه. اول طريقه واسلك طريقه واسلهم اسهل طريقه ان احنا نعملها بالبوت ستراب، تمام؟ احنا مش هنعملها بالبوت ستراب، احنا هنعملها دفات عاديه، تمام؟ طيب تعالى نعمل اللي احنا كنا بنعمله كل مره. هو طبعا التلاتة دول زي بعض، لو انا جيت خدت دهيت سكرين شوت ورحت رايح عند البينت كده بالشكل ده. طيب طبعا مفيش سبورة هنا، فانا يعني هرسم كروكي هنا. طيب مش ممكن انا اقول ان هو في دف كبير هنا، دف كبير اهوت، في جواه دف تاني اصغر منه شوية هنا كده، واخد الويتس بتاعه 95%، وجواه في دفين او في كتابتين، كتابة موجودة هنا اللي هي كلمة الويب ديزاين دهيت، وكتابة تانية موجودة هنا، بس كده. اه بس كده، تمام. طيب ده هو بقى يتعمل ازاي، احنا خلصنا كده ايه الاباوت كونتنت. طب تمام، تعالى هنا نقول ديف ياخد كلاس بروجريس بارز اللي هما تلاتة يعني، وتعالى كل واحد منهم ياخد بروجريس او ياخد بار بس اختصارا يعني. طيب بار هنا اللي هو الاحمر ده اللي هو الكبير خالص، تمام، ياخد جواه مثلا كلاس تاني ولنفترض بروجريس، بروجريس بالشكل ده، والمفروض ان هو جواه في دفين، الدف الاول اللي هو العنوان نفسه او السكيل، خلينا نقول السكيل، والديف التاني في اليونت او الفاليو، الفاليو. طيب هنيجي في السكيل ديت نكتب كلمة ويب ديزاين، نيجي عند الفاليو نكتب مثلا 95%، وكان كاتبها كده مش كده؟ اه.
طيب انا ملاحظ ان ويب ديزاين وبراندنج وديفلوبمنت المسافه بينهم بين الجزئيه اللي على الشمال ديت ثابته صح؟ طب تعالى نشوف الشكل الاول هنا اهوت عامل ازاي. هو جايين تحت بعض فانا عايزهم جنب بعض، فممكن انا ادي للازرق دهوت مثلا كلاس رو، للازرق ده اللي هو البروجرس كلاس رو، هما هيجوا جنب بعض بس انا مش عايزهم يجوا جنب بعض بالشكل ده، انا عايز ان انا اوزعهم مش اوزعهم ببساطه. خلينا نمشي رو دهيت عادي كان مفيش حاجه، وتعالى نشوف الدنيا تمشي ازاي. انا هاجي عند البار دوت بار واخلي الباك جراوند كولر بتاعتها مثلا ريد دلوقتي، ونيجي عند البروجرس والباك جراوند كولر بتاعتها تبقى بلو. اللي انا ملاحظه ان البلو هي اللي موجوده، فين الريد؟ الريد موجوده وراها تمام. فده انا ممكن اديلها ويتس مثلا 95% مؤقتا، فكده ظهر عندي فعلا ان اللون الاحمر ده هو موجود فعلا، والازرق ده واخد ال 95%. طيب انا عايز يبقى فيه شويه بادنج كده، الكتابه هنا مش لازقه في السقف، هنا اهوت الكتابه لازقه في السقف. طب لو انا جيت اديت البادنج للاحمر ده، تعال نشوف اللي هيحصل. بادنج مثلا 10 بكسل، اللي هيحصل ان الاحمر ده ذات نفسه هيظهر عندي هنا اهوت، هو مش عامل كده، فانا هدي البادنج ده للي لونه احمر ده، كده الدنيا ظهرت. طيب انا لو جيت خليتها مثلا، خليت البادنج ده 20 بكسل، اول حاجه انا لاحظتها بقى ايه؟ ان الاحمر ده اتشال خالص. هنا بقى انا محتاج ان انا اروح هنا واقول بوكس سايزنج بوردر بوكس، هنا اختلفت اختلفت تمام. البوكس سايزنج بوردر بوكس بيقول لك ان المسافات بتاعتي انا هشتغل من فين، انا هشتغل من البوردر تمام. فكده ال 95% دهيت اشتغلت تمام وحلوه وجميله. تعالى بقى بص، هو في حاجة بس سهلة ان احنا نعملها دلوقتي، البوردر ريديوس دهوت نخلي البادنج دهوت نرجعه تاني 10 بكسل، ونيجي عند البار نقوله بوردر ريديوس مثلا 15 بكسل. هو مش موجود الا هنا، ليه مش موجود الا هنا؟ علشان اللي هنا دهوت المنطقة الزرقاء اللي هو البروجرس نفسه، فهاجي عند اما عند البروجرس واجي ادي له بوردر ريديوس 15% برضه هو كمان، او اجي هنا اقول له اوفر فلو هيدن. يبقى المنطقه الزياده اللي هنا، هو على فكره الازرق مستمر هنا عادي، يعني المنطقه البيضاء دهيت فيها الازرق بس هو مخفي تمام، انما اللي هنا مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه مخفيه اصلا بس مفيش حاجه تمام كده. طيب انا دلوقتي عايز ان انا اوزعهم، فانت هتيجي تقول لي ببساطه خالص المفروض ان البروجرس ده بروجرس ده واخد رو، يبقى هو واخد ديسبلاي فليكس عادي، يبقى انا ممكن اجي هنا واقول له جاستيفاي كونتنت اي حاجه بقى انا عايزها، جاستيفاي كونتنت مثلا سبيس اراوند ماشي. طيب تعالى نظبط الالوان بقى، نخلي الاحمر ده هوت يبقى مثلا لون سكري، لون فاتح شويه، نقول اي 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 مثلا نخليها اي اي اي، وده هوت يبقى لون غامق، ونفترض في الابيض بيبقى صفر يبقى 3 3 3 مثلا لون غامق اهوت، وطبعا الكالر هيبقى ابيض. ماشي طبعا ايه الالوان مختلفة انا واخد بالي، بس يعني تمام كده البوينت بتاعتنا بدأت ان هي توصل شوية الحمد لله. ماشي ممكن بقى ايه اجي عند البروجرس بارز دهيت، كل بار اديله بادنج بقى ومارجن واظبطه، مارجن خليها مارجن بس مثلا 5 رم 0 كده مش هتبقى لازقه في اللي فوقيها. ممكن ادي كل واحد منهم برضو مارجن 2 رم 0 تمام. وتعالى بقى ايه اقوم واخده كوبي بيست بيست تمام، شكلهم حلو. طيب انا دلوقتي هيبقى عندي مشكلة تانية،
ان دلوقتي ال95% ديت انا مديها للبروجرس دايما. طب هل انا عايز دايما ان هو هيبقى 95%؟ اكيد لا. فهنا في اوبشن تاني ان انا اعمله، ان انا او قايله مثلا ايه الويتس مثلا، او خليها البي البروجرس بتاعي هنا 95%، البروجرس هنا 80%، البروجرس هنا مثلا 60%، ماشي. وشيل يا باشا نقطة الويتس دهيت، وهتيجي هنا دوت بي داش 95، يبقى الويتس 95%. تعالى هنا اهو 80، يبقى الويتس يبقى 80، واخر حاجة كانت كام؟ 60 باين، 60 كده. الدنيا اشتغلت وجميله خالص. ممكن احنا بقى نبدا ان احنا نغير الكلمات ذات نفسها. ويب ديزاين ده هتبقى ديفلوبمنت وتبقى ماركتنج ومش عارف ايه. ماشي، تعالى نعمل كده ديفلوبمنت، وتعالى هنا نخليها ماركتنج، وده هي تبقى 80%، وده هتبقى 60%. طيب لو انا ملاحظ هنا دول دايما بيبدأوا من نفس البداية، وهنا بينتهوا على نفس النهاية. طيب ده هيتنعملها ازاي بقى؟ هنا مش ده اللي حاصل. هنا اللي حاصل ان انا موزعها، بغض النظر عن الويتس قد ايه انا موزعها، تمام. فانا انا مش هوزعها بالشكل ده، مش هينفع اقول له سبيس اراوند جت كلها على الشمال، ماشي. هقوم جاي عند السكيل دهيت دوت سكيل، وديلها مارجن ليفت، مارجن ليفت عملت ايه مثلا 20 بكسل، ماشي اشتغلت. ممكن بقى اخليها 60 مثلا، كده اشتغلت. طب بالنسبة للكتابة دهيت اجيبها على اليمين ازاي؟ هنا هضطر ان انا اديلها بوزيشن، وبعدين اديلها رايت، والقصة دي كلها. طيب في حل تاني اسهل، انا مش هعمل كده. امال انت ليه عمال تكتب وتمسح؟ لا، عشان احنا بنجرب مع بعض، عشان اوري لك ان عادي ان انت بتغلط، ما فيهاش مشكلة. طيب البروجرس دوت كان واخد ايه؟ سبيس جاستيفاي كونتنت سبيس اراوند. طب خليها سبيس بتوين كده، هو موجود على اليمين خالص وعلى الشمال خالص. طب انت مديله كده كده بادنج 10 بكسل من فوق وتحت، خليها من يمين وشمال 60 بكسل كده، هيتظبط. ماشي، طبعا انا ممكن انا اعدل المسافات اللي انا عايزها، بس نخليها 10 بكسل، 60، وبعدين 10 بكسل، وبعدين 80 بكسل، اتظبطت كده. ماشي، طبعا انا عايز اعدل الالوان، اعدل براحتي بقى، ارجع للون اللي انا عايزه. تمام كده ولا في حد عنده مشكلة؟ ماشي، اتبقى عندي الاتنين دولت. كل واحد من دولت المفروض ان هو ايه؟ طبعا احنا المفروض ان احنا في البوت ستراب كنا واخدين ان هما بياخدوا كلاس بي تي ان مش عارف داش سكسس والحاجات اللذيذة دي كلها. طب تمام، تعالى ان احنا نعملها بايدينا بقى. خلاص خلصت دولت. طبعا انا مش منطقي ان انا اقعد اعمل كلاس لكل حاجه بالشكل ده، فانا ممكن ببساطه اجي هنا اقول له ستايل الويتس 95%، واشيل الكلاس ده خالص. اجي هنا اخليها 60، واجي هنا اخليها 80. في حاجة هتتغير؟ مش ده، مفيش حاجة اتغيرت والدنيا تمام. ماشي، طيب خلصنا كده ايه البروجرس بارز دهيت. تعال ندخل بقى على الجزئية اللي بعدها، اللي هي ايه؟ الزراير. الزراير ممكن نسميها دوت لينكس مثلا،
طبعا دهوت ايه، والتاني برضو هيبقى ايه، آه خلينا نقول ان هو مش بيروح في اي حتة عادي. وتعالى نيجي نقعد نقول داونلود سي في، ونقعد كان كونتاكت مي، باين كونتاكت مي كونتاكت مي. ماشي اهمت موجودين عندي اهمت بالشكل ده. طب هما ليه جايين تحت خالص؟ اه هما جايين ايه ده، عشان المسافات اللي حوالين دهوت. يعني لو جينا عند البروجرس بارس دهيت، واخدة مارجن توب وداون، توب وبوتوم قصدي اهي، فانا ممكن اخليها 5 رم 0 3 رم، 5 رم راحت فين اهي، 5 رم 0 3 رم كفاية كده، المسافة قريبة شوية. طب انا عايز بقى اغير الديزاين بتاعه. طيب الديزاين ده تعالى نجيب الاولاني ده، تعالى نديله كلاس. بصوا تعالى نعمله بي تي ان برضو، ماشي خليها كلاس لينك بلاك وكلاس لينك وايت. الزرار ده احنا شايفين ان هو اسود، والزرار ده شايفين ان هو ابيض، تمام. طيب خليه على جنب دلوقتي وتعالى نشوف يتعمل ازاي. افكاره عادية جدا، لينك بلاك مثلا، الباك جراوند بتاعته هتبقى بلاك، الكالر بتاعه هيبقى وايت. تعالى نشوف اشتغلت ولا ايه. اهو تشتغل تمام. تكست ديكوريشن، تكست داش ديكوريشن نون، بادنج 15 بكسل، بوردر راديوس 5 بكسل، نفس الحاجة تقريبا ماشي. طيب لو انا جيت عملت هوفر عليه دوت لينك بلاك هوفر، المفروض نعكس، يبقى الباك جراوند كولر وايت، الكالر بلاك، ماشي ظبطت اهيت. فعلا الابيض بيبقى اسود والاسود بيبقى ابيض، بس في فرق صغير ان هنا بيبقى فيه بوردر. خلاص يبقى انا هاجي اعمل هنا اهوت بوردر، نقول ان هو 2 بكسل سوليد بلاك. واضح ان مفيش حاجة اتغيرت تقريبا، بس لما اجي اعمل كده هيبان. ماشي ممكن اخليها ايه، بيكسل واحد بس. طيب تعال نفس الكلام دهوت نطبقه على التاني برضو. ادي البلاك تبقى وايت، والبلاك تبقى وايت، وبعدين نقعد البلاك ده تبقى وايت، الوايت ده هتبقى بلاك، ده هو تبقى وايت. خليها كده دلوقتي وايت، طالما ان احنا بنعكس كده كده كل حاجة. ايه ده، لا مش ده، ده هتبقى وايت بلاك وايت. هو واضح ان هو اشتغل ماشي، والدنيا بتتعكس فعلا، بس في فرق صغير ان هنا البوردر فضل زي ما هو اسود ما اتغيرش، فالبوردر دهوت هخليه بلاك زي ما كان، مش من هنا، من هنا نفس التأثير اللي هنا نفس التأثير اللي هنا، بس الفرق ما بينهم ان ده بياخد ترانزيشن كده ايه ثانية. طب انا ممكن اجي ان هوت عند اللينك بلاك وعند اللينك وايت واديله ترانزيشن ثانية، وممكن اجي هنا على كل حاجة بقى اديلها يا باشا ترانزيشن ثانية، مش ده مش ده. طبعا ممكن ثانية دوت وقت طويل قوي، 0.6 ثانية. ابقى قللها بقى براحتك. كده نفس الحاجة مظبوطة هنا وهنا،
زي ما قلنا في اختلاف كده كده في المقاسات وفي شوية حاجات كده، بس لأن ده احنا ما اشتغلناش بالظبط بالبكسل من هنا والبكسل من هنا والحاجات دي كلها. طيب في نقطة موجودة هنا في الويب سايت دهوت، ان انا لو ضغطت على about هيوديني عند الاباوت، لو ضغطت على الكلاينتس هيوديني عند الكلاينتس. طيب ده هي بتتعمل ازاي؟ ده هي بتتعمل بالاي دي، يعني هاجي عند الاباوت، هو واخد كلاس اباوت صح؟ لا معلش اديله اي دي اباوت، لازم اي دي، اه معلش لازم اي دي. وبعدين تيجي هنا عند الاباوت دهوت، اديت له هاش صح؟ مش انت كاتب الهاش كده كده؟ اكتبها هاش اباوت زي في السي اس اس كده. ليه بدي الحاجة اي دي وكلاس مع بعض؟ نعم؟ ليه بدي الحاجة اي دي وكلاس وكلاس مع بعض؟ بص الاي دي بستعمله مرة واحدة بس، فالاي دي بيستعمل في حاجة زي دلوقتي كده في ال HRF او في الجافا سكريبت. طيب بالنسبة للكلاس، الكلاس ممكن استعمله اكتر من مرة، فالكلاس معروف ان انا بستعمله في السي اس اس، لان زي ما انت شايف رو انا استعملتها كذا مرة، ناف بار رو مثلا استعملتها مرة واحدة بس. هلاقي ان انا بعد كده لما باجي ادخل في البوت ستراب احنا متعودين على الكلاسات، ليه؟ لان انا ممكن استعملها اكتر من مرة. تمام؟ فالاي دي علشان استعملها هنا في ده، يعني الموقف دلوقتي عشان استعملها هنا في ان انا انزل لتحت، انما الكلاس علشان استعمله في السي اس اس. تمام؟ ده اللي حصل دلوقتي بشكل عام بقى، ان الاي دي مستعمل اكتر في الجافا سكريبت، الكلاس في السي اس اس. طيب تعالى ايه، نيجي هنا هعمل ريفرش، اضغط على اباوت راحت، هو هيروح فعلا للاباوت، بس في فرق ما بين ده وما بين ده. ده راح ايه بسموز كده اهوت، يعني الحكايه ايه في اللذيذ على مهلنا، انما هنا اهوت هو كان مستعجل راح على طول. طيب ده هتتعمل ازاي؟ ده هتتعمل ان انا باجي ادي لل HTML نفسه من هنا، ادي HTML بديله حاجه اسمها سكرول behavior smooth. طيب تعالى ايه احنا هنا، تعالى نروح هنا، تعالى نعمل ريفرش، هروح على الاباوت، راح بالراحة خالص اهو. تمام. طيب تعالى ندخل في الجزئية اللي بعدها السيرفيسز. طيب اول حاجة احنا ملاحظينها هنا بقى، هيبان في فرق صغير هنا في اللون، اللي هنا ده لون ابيض ابيض، اللي هنا ده لون سكري. فانا هاجي عند السكشن سيرفيسز وهديله الباك جراوند بس بالبساطة دي، يعني ادي الهيدر وادي الاباوت، كل ده هيت كومنتس عشان احنا ننظم الدنيا شوية. ادي السكشن ماشي، هديله كلاس هو كان ايه سيرفيسز، ماشي سيرفيسز علشان انا اتعامل معاه في السي اس اس، واي دي برضه سيرفيسز علشان اتعامل معاه في البيهيفير دهوت او في الايه في النقلة دي. تعال نقفل الهيدر تاني واجي جواه هحط له اتش 2 سيرفيسز، ماشي الاتش 2 موجود اهوت بقى، وابدا اشوف الخلفية. طيب الخلفية ايه هي؟ لو انا جبت انسبكت اهوت وجبت الباك جراوند كولر اف 7 على طول. دوت سيرفيسز الباك جراوند كولر هاش اف 7 اف 7 اف 7، يعني هي باينه، يعني اتمنى ان هي تكون باينه ليكم، بس هو في فرق فعلا. تمام طيب تمام الحمد لله. واجي بقى ايه اديله، ممكن اديله البادنج اللي انا عايزه زي ما عملنا فوق. انا اديت البادنج ازاي؟ انا عايزها تكون زيها بالظبط في الاباوت ذات نفسها، بادنج 5 رم 0. تعال نكتبها كده 5 رم 0 اهيت ماشي. دي السيرفيسز ديت بقى انا عايز اجيبها في النص، هقوم جاي هنا دوت سيرفيسز اتش 2 تكست الاين سنتر.
طيب ممكن تحصل مشكلة أحيانا إن أنا باجي أدي للحاجة تكست ألاين سنتر وما بتجيش في النص، ده ليه؟ لأن هي بتبقى الديسبلاي بتاعها بيبقى انلاين. لو أنا جيت مثلا على ديت كانت في ديف صح، مفيش حاجة إن هو التكست ألاين بتاعها ماشي. طب تعالوا إيه نخلوها كمان شوية، هنيجي نشتغلها يعني كمان شوية. طيب تعالى نبص هنا اهوت، انا عندي تلات، هما ست تفات تلاتة جنب بعض. طيب ده هيت ممكن تتعمل ازاي؟ ممكن انا هو هنا البوتستراب بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ان دولت ان هو واخد 12 كولوم، كل واحد منهم واخد اربعة. طيب هو كل كولوم منهم شغال ازاي؟ تعالى نجيت انسبايرت من بوتستراب، نفهم البوتستراب ماشي ازاي. في حتة بادنج كده في الموضوع، شايفين البادنج الاخضر ده؟ تعالى ايه نعمل كده، شايفين المنطقة الخضراء دهيت؟ المنطقة الخضراء ديت هي بتبدأ الديف، يعني هو الديف كل المنطقة دهيت، رغم ان اللي انا شايفه قدامي هو المنطقة الزرقاء. يعني انا لو بصيت ان هو المنطقة الخضراء ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن ولا حاجة، حرفيا منطقة متهدرة كده في الشارع، تمام. بس هنا اهوت لا، هو في حاجة واضحة قدامي ماشي. طيب ليه ده؟ علشان المسافة الخضراء دي او الديف ده كله اللي هو الكولومن الاربعة مع الكولومن الاربعة اللي هنا مع الكولومن الاربعة اللي هنا يعملوا بالظبط 100%، وهو كل واحد منهم 33%، تمام. وبالشكل ده انا عرفت ان انا اظبط البادنج اللي انا عايزه، تمام. فتعالى نيجي هنا اهوت ندي كلاس، ندي ايه السيرفيسز موجودة في سيرفيسز رو، سيرفيسز رو، ندي دهية رو، وندي كل واحدة منهم دوت سيرفيس كولم بالشكل ده. هو في حاجة غلط ده. طيب تعالى ايه نكتبهم كده كذا مرة، ادي سيرفيس هما المفروض ستة صح، دول ستة ماشي، هما جايين جنب بعض ماشي. فانا عايز احطهم كلهم في كونتينر دوت كونتينر، ماشي. هما جم دلوقتي فعلا، يعني مش في النص بالظبط، بس فكرة ايه ان احنا عندنا كونتينر واخد 70% من الشاشة، تمام. انا عايز ادي لكل واحدة منهم بقى ايه 33%. هات لي عند السيرفيس كولوم دهيت دوت سيرفيس كولوم، تاخد ماكس ويتس تلاتة، او خليها الويتس بالظبط، الويتس يبقى 33 علامة شوية تلاتات كده في المية، والفليكس بيزز برضو تلاتة تلاتة علامة أربع تلاتات في المية. في واحدة منهم بتتمسح باين في الحالة ديت، هي من التكست راب من الفليكس راب صح؟ اه من الفليكس راب، فليكس راب خلت كل واحدة منهم يعني خلت الويتس على قد الويتس بالظبط. الديفولت بتاعها ان هي بتبقى نو راب، اللي هو زنقهم يا باشا، زنقهم وخلاص اتصرف، تمام. انما لو لما جيت اديته الراب دهوت فليكس راب راب، فجابهم كده تحت بعض. طيب انا ممكن انا ابدا اخليهم يجوا في النص ومش عارف ايه. طيب تعالى ندي باك جراوند كولر ريد مثلا عشان نشوف هي موجوده فين بالظبط. لا واضح ان هي واخده كل حاجه. طيب انا لو اديت لها بادنج من فوق وتحت صفر، من يمين وشمال 10 بكسل بالشكل ده، طبعا مفيش حاجة تتغير. طيب انا هاجي جوه كل واحدة منهم
بدل من هي سيرفيس بس كده، لا انا هحطها في ديف، نقول ياخد كلاس سيرفيس، كلاس سيرفيس ذات نفسها، واكتب هنا سيرفيس، همسح دولت عشان انا ديت اللي انا محتاج اكررها. 1 2 3 4 5 6 ماشي. لو انا الباك جراوند كولر دهيت بدل ما اديها للكولوم ده اديتها للسيرفيس نفسها، سيرفيس تاخد باك جراوند كولر مثلا بلو، ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان المنطقة الزرقاء دي حاجة والمنطقة الحمراء ديت حاجة، وفي مسافة ما بين كل منطقة زرقاء وتانية واخرى. طب انا لو شلت دي خالص بالشكل ده اصبحت عندي نفس الشكل ده هوت بالظبط، مش طبعا باختلاف الالوان انا واخد بالي، بس يعني دلوقتي الحاجة كده في مسافات ما بينهم مش لازقين في بعض، وفعلا كل تلاتة موجودين في صف والدنيا تمام ماشي. ممكن بقى ان انا اديلها مارجن، بس اخد بالي ان يبقى مارجن توب وليفت مثلا 20 بكسل، صفر، فبقى هما ايه في مسافات بينهم بين بعض والدنيا تمام ماشي. هاجي بقى عند السيرفيس دي ذات نفسها واعمل اللي انا عايزه. لو اديت لها بادنج مثلا 20 بكسل، لسه موجودين تلاتة زي بعض، تلاتة زي ما احنا عادي. طيب تعال نشوف هو عبارة عن ايه. عبارة عن ايكون وبعدين H3 وبعدين باراجراف. تعال نيجي هنا، عبارة عن ايكون، نشوف الايكون ديت مثلا ايه، كمبيوتر. طب تمام، كمبيوتر لابتوب ماشي، ادي لابتوب، بعدين H3 كان مكتوب فيه مثلا ويب ديزاين، ويب ديزاين، واخر حاجة باراجراف في لورم مثلا من 20 كلمة. وانا ممكن اصغرها شوية اساسا. طيب الدنيا كده تمام، فاضل بقى ان انا اجيبه في النص. طيب انا لو جيت على ال H3 ده هوت وقلت له تكست الاين سنتر، يعني تعالى عند دوت سيرفيس H3 تكست الاين سنتر، هتشتغل صح؟ انا شايف انها اشتغلت، مفيش مشكله. طيب انا هاجي برضو على الايكون دهيت، مش هي زي ما تكون كتابه عادي، دوت سيرفيس اي تكست الاين برضو سنتر. طيب هلاحظ ان هي ما جتش في النص، ليه بقى؟ السنتكس صح، مفيش حاجه غلط، والسيلكتور صح، وان انا اعمل كده صح، بس الفكره في ايه؟ لو انا جيت هنا على ال H3، هو ال H3 واخد من فين لفين؟ هبص هنا هلاقي ان هو واخد المنطقه دي كلها ال H3، لان الديسبلاي بتاعه بلوك، فهو واخد المنطقه دي كلها. فانا بقول له من وسط المنطقه دهيت هات الكتابه خليها في النص. طيب تعال نبص على الاي، الاي واخده المنطقه دهيت لان الديسبلاي بتاعها ان لاين، فهي واخده المنطقه دهيت، فبالتالي انا بقول له خليها في نص المنطقه ديت، فهو في نص المنطقه ديت، يعني مفيش حاجه هو في نص المنطقه ديت صح فعلا، بس المنطقه ديت اصلا هي حد ذاتها اصلا موجوده في حته تانية او موجوده على الشمال. طيب لو انا بصيت على سيرفيس دي ذات نفسها هي اللي واخده المنطقه دي كلها، فهقول له سيرفيس هات لي كل الكلام اللي جواها، يبقى التكست الاين بتاعه سنتر. تمام، هاجي هنا اقول له تكست الاين سنتر، واجي امسح كل ده، هلاقي ان الحاجه جت في النص، الحاجه جت في النص. هو ايه 33 33 33؟ عشان يبقى بالظبط. بص انت لو قلت 33 وسكت، 33 في 3 ب 99%، اتبقى 1% على اليمين هنا خالص هيبقى فاضي. طب انت لو خليتها 33 و3 من 10 بقت 99.9%، فكده احسن. طب 33 و33 من 100، انت بتقرب اكتر واكتر من 100، انت مش هتوصل لل 100 بالظبط، ها مش هتوصل لها، فانت بتقرب على قد ما تقدر من ال 100 ديت على قد ما تقدر. تمام. طيب هاجي بقى ايه اظبط الشكل بتاعي هنا اهوت،
مبدئيا انا عايز ادي للسيرفيس دي ذات نفسها باك جراوند وايت. باك جراوند وايت، تعالى نعمل ايه ريفرش. في اختلاف حصل؟ اه في اختلاف حصل، بقى باين هنا ان ديت السيرفيس، وبقى في مسافه فعلا ما بينهم اللي هي البادنج بتاعه السيرفيس كولوم اللي هي بعد كده في البوتستراب هتاخد كولوم 4، و بقى في اختلاف ما بينها وبين الباك جراوند نفسها. طيب هاجي بقى هنا انا عايز ان انا اظبط ده شويه، هاجي على الايكون دوت سيرفيس، سيرفيس الايكون دي ذات نفسها هخلي الفونت سايز بتاعها الفونت سايز مثلا 30 بكسل، يعني كبرت شوية ممكن انا اكبرها 38 بكسل. طيب الشكل اللي موجود هنا لو احنا ملاحظين هي واخدة يعني خلفية موجودة في دايرة، مش ده هو نفسه بالظبط ده، باختلاف طبعا الدايرة اكبر الدايرة اصغر ايا يكن، فهي نفس الفكرة هنا. فهم جاي بعدينك 10 بكسل، بوردر راديوس 50%، الباك جراوند كولر، هلاقي ان هي نفس الخلفية بتاعت البادي ذات نفسه او السكشن ذات نفسه اللي هي اللون السكري ده F7 F7 F7. هاجي اعمل ريفرش وقرب، هلاقي ان هي فعلا اتظبطت بالشكل ده. تمام. طيب لو ملاحظين بقية الكلام هو محتاج شوية تنسيق. طب تمام ماشي، ادي دوت سيرفيس ال H3 الفونت سايز هخليه مثلا ايه 3-4 بكسل، و دوت سيرفيس برضو الباراجراف اللي فيها كان باراجراف مش كده، باراجراف اه خلي الفونت سايز طبعا اصغر شوية، فبدل ما هو 43 ممكن 34 ممكن اخليه 28 بكسل. ماشي، ممكن بقى اصغر دولت اللي انا عايزه، خلي دهيت 28 ودهيت 22. ماشي، ممكن انا اديلهم مارجنات، مارجن توب والليفت مثلا ايه 20 بكسل ويمين وشمال 0، مارجن فوق وتحت 20 بكسل ويمين وشمال 0، اصغر اقلل بقى براحتي، خلي دهيت 20 خلي دهيت 30، وممكن اجي على السيرفيس ذات نفسها واديلها بادنج مثلا 35 بكسل. ماشي كده الشكل اصبح قريب من الحاجه اللي موجوده هنا، ممكن اصغر شويه او اكبر شويه. طيب انا هلاحظ بقى حاجه غريبه، لو انا جيت هنا ورحت عامل ايه، عامل هوفر على دي، حطيت الماوس هنا على الايكون نفسها، هيتغير اللون عادي، عملناها كذا مره هوفر والكالر والباك جراوند، احنا لسه عاملينها في اللينك اللي فوق. بس لا، ده انا مش هوفر على الايكون دي، انا الهوفر على السيرفيس نفسها من بره، لان دوبك اعمل هافر كده من بعيد دهيتها تتغير. طب ده ازاي؟ طب تعال نشوف. هو السيلكتور دلوقتي ايه؟ سيرفيس، والسيرفيس ديت انت هتعمل عليها هافر صح؟ وبعدين لما يبقى فيه سيرفيس معمول عليها هافر هيبقى فيه جواها ايكون معمول فيها كذا كذا، بس كده خلصت. بس كده؟ اه بس كده. هتيجي على الباك جراوند كلر تخليها مثلا بلاك، وتخلي الكلر بتاعك وايت مثلا، مش من هنا، نفس الفكرة. انا الماوس فين؟ الماوس على السيرفيس نفسها اللي من بره، خلاص ده هيتظبط عادي مفيش مشكلة. ماشي، ممكن بقى ان انا اكبر البادنج براحتي، دلوقتي البادنج هيبان اكتر. ماشي، ادي البادنج ده هتخليها 15 بكسل، الكالر ما تخليهوش وايت، خليه اللون السكري ده. بس كده؟ اه بس كده. تمام ماشي، نفس الكلام ده، نفس الكولوم ده هوت بقى ايه، هنكرره شوية مرات كده، ده ده كده 3 كده 4 كده 5 كده 6. لا في حاجة غلط كده، 4 5 6
بعد كده بقى ايه، هغير الايكونز زي ما انا عايز، عايز اجيب ايكونز تانية، عندي الفونت اوسم اجيب منه اللي انا عاوزه، اغير الكلام براحتي، الحاجات دي كلها تمام. طيب في هنا هوت انا ملاحظ ان في شادو، ده هوت هيبقى بوكس شادو لكل سيرفيس منه. هيجي عند السيرفيس اديلها بوكس، بوكس شادو يمين وشمال، لا هيفضل صفر وصفر. البلور خليه 10 بكسل. السبريد ده هيفرشح مني قد ايه؟ هيفرشح مني 20 بكسل. اللون بتاعه ايه؟ اللون بتاعه جراي، مش ده. طيب هو فرشح مني كتير قوي، خلينا يعني كفاية 2 بكسل كده. والبلور ممكن اخليها 5 بكسل. طيب هنا بقى انا ممكن اخلي اللون ما يبقاش بالشكل ده، استنى اخلي دهيت ايه 5. اللون الجري ده هو انا شايف ان هو سخيف شوية، فهنبدأ نخليه لون بالار جي بي اي، ار جي بي اي ممكن برضو يفضل لون رصاصي عادي، يعني مثلا ايه 50 50 50، ويكون شفاف بقى قوي 3 من 10. ظبطت كده شوية تمام. ممكن بقى اصغر اقلل ازود براحتي، خلي ده تبقى 2 بكسل، ده 2 بكسل اهو. ممكن ده هي اخليها 10 كده، الشكل بقى الطف والطف. طيب اللي بعدها بالنسبة للبورتفوليو، طيب الجزئية ديت لو ملاحظين، لو انا عملت كده المفروض ان هو بيبدأ ان هو يغير لي الفلتر ده تمام، بس الحتة ده هيت جافا سكريبت او بوت ستراب، ما متهيألي مش بوت ستراب، لا هي جافا سكريبت، وممكن احنا نجيب مكتبات مخصوص ليها، يعني ننزل مكتبة كده زي البوت ستراب والبوت ستراب فريم ورك، ننزل مكتبة كده كاملة عشان بس ان هي تعمل الحركة ديت، لان هي بتعمل حاجات كتير اكتر من كده. يعني هوريكو حاجة كده زي الايزوتوب، بص هو دلوقتي مثلا يعني المكتبة ديت بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة زي كده، ان ده هي شوية عناصر هيت موجودة قدامي، دي كل العناصر. انا قلت له ايه show all، ممكن اقول له لا انا عايز الحاجات الميتال بس. هو لسه بيحمل، كسر الدنيا كسر. تشرب ستنج؟ ماشي حملت. انا ممكن اقول له انا عايز الميتال بس، هيجيب لي الميتال بس، اقول له الترانزيشن بس، الايام بس، وهكذا. ماشي طب ممكن يبقى اكتر من فلتر، ممكن مثلا اقول له الحاجات الميتال بس هات لي السيمبل، رتبهم بالسيمبل او رتبهم بالاسم او رتبهم بالنمبر بتاعهم وهكذا تمام. هي فيها فيتشرز كتيره جدا عن كده، يعني ده مجرد بس مثال صغير عليها، ليها اشكال بقى مختلفه وكده تمام. فدي من المكتبات اللي احنا ان شاء الله هنشتغلوا عليها. ماشي الموضوع بسيط ولا صعب؟ لا هو الموضوع ابسط من البساطه. ماشي كتابه المكتبه ذات نفسها صعب قوي، ان انت تعمل مكتبه دي حاجه صعبه جدا 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 جدا. ماشي انما ان انت تيجي تستعملها، وده اللي احنا بنعمله، بيبقى سهل ما فيهوش حاجه خالص بالشكل ده كده تمام. طيب نسيبنا من ده ونسيبنا من الشكل اللي قدامنا ده، يعني جزئية البورتفوليو خلاص احنا فاهمين الدنيا فيها عاملة ازاي لحد ما، لان ده هي التلات حاجات جنب بعض زي دهيت بالظبط. كنا انا بقى عايز اديلها تنسيق مختلف، عايز اديلها مش عارف ايه، كل الحاجات دهيت عادية بقى زي نفس اللي احنا بنعمله هنا تمام كده. ماشي تعال ندخل في اللي بعدها. اللي بعدها ده سلايدر. طيب سلايدر علشان ان السلايدر يتعامل بالبوت ستراب، انت شفته كوبي بيست وخلاص، ندخل على البوت ستراب سلايدر، بس نتاكد من الفيرجن عشان ما يحصلش زي ما حصل معانا قبل كده. كوبي بيست، عندك شويه اليمنتس كده، غير كل اليمنت انت عايزه، حط الكونتنت اللي انت عايزه براحتك وخلاص. طيب السلايدر دوت انا مش عايز اعمله بالبوت ستراب، عايز اعمله بالجافا سكريبت. كمان سيشنين ان شاء الله هيبقى في عندنا سيشن جافا سكريبت هنشتغل فيها سلايدر ان شاء الله تمام. ليه؟ لمجرد بس ان احنا نشوف الافكار في الجافا سكريبت بتمشي ازاي. ماشي السلايدر في حد ذاته انت تعرف تستعمله عادي،
وكذلك البوتن دهوت انت في حد ذاته انت ممكن انت تعمله بالبوت ستراب عادي. ايه اللي خلاني نعمله دلوقتي بالسي اس اس؟ عشان احنا نشوف الدنيا بتمشي ازاي. ايه اللي خلاني اعمل بروجريس بار دهوت بال HTML وال CSS؟ عشان برضو نشوف الدنيا بتمشي ازاي. فنفس الحركة ديت ان شاء الله هنعملها بعد كده في السلايدر وشوية حاجات. تمام. طيب تعالى دلوقتي بس ان احنا نعمل الشكل ده بس، ومش لازم ان هو يكون بيتحرك زي اللي تحت ده كده ماشي. وبعدين دهيت فيها حاجة ندخل على دهيت مفيش مشكلة. وبعدين نيجي هنا نعمل الشكل ده. ايه ده؟ هو بيتحرك امتى؟ تمام. وبعدين الايميل الفورم اللي في الاخر. فالمهم احنا هنفكنا من البورتفوليو وندخل على تستمنشلز تستمنشلز ايا يكن. خلصنا السكشن ده، سكشن تاني واخد كلاس تستمنشلز، خليها تي سمول، الاي دي بتاعها نفس الكلام. طيب انا بدات اتلخبط، هو السكشن ده كان ايه والسكشن ده كان ايه؟ السكشن ده كان السيرفيسز. طب تمام، هيجي على اباوت سيرفيسز كده سيرفيسز. ماشي تعالى بس ايه نرجع كده، هو ليه الكومنت؟ عشان بس ان انا ما توهش. دلوقتي لو فتحت كل دولت بالشكل ده وقفت هنا ماشي، الهيدر ده قفلت، الهيدر دي مفهومه، السكشن ده قفلت ايه؟ انا مش فاكر ده نهايه ايه، انا المفروض احط ايه هنا ماشي. حد هيقول لي ان موجود هنا ستارت سيرفيس، بس انا عايز لما اقرا ده هي تبقى فاهم انا بعمل ايه، او انا فاهم انا بنقرا ايه. تمام ماشي، نفس الفكره ان هو السكشن ده انا كنت ناسي هو قفلت ايه. هو قفلت السيرفيسز، اي موجود عندي قفلت السيرفيسز. تمام تعالى ايه نقفلهم كده كلهم من هنا ماشي. يفضل ان بلاش يبقى فيه مسافات فاضية كتير، يعني مسافة زي ديت بلاشها خالص. طيب تعال ندخل على التستمنشلز. الاول بس نيجي عند النافيجيشن بار عند الكلاينتس، اقول له ايه تستمنشلز تستمنشلز. انا مش عارف ايه الكلمة دي بس ما علينا. هي كلمة حلوة ان شاء الله. طيب هنيجي هنا ونشوف بقى هنعمل ايه هنا. طيب اعتقد الشكل ده احنا عملنا الى حد ما شبهه قبل كده في اليونيفرستي شوية ماشي. انا هعمل واحد بس، هو هنا المفروض ان هو بيبقى كذا واحد موجودين جنب بعض، يعني التلاتة دول موجودين جنب بعض، بس تعالى نعمل واحد بس هو اللي قدامنا ماشي. هنيجي هنا نحط ديف، هياخد كلاس كلاينت واحد. طيب الكلاينت ده هو عبارة عن صورة باراجراف والاسمين والاسم. طيب تعالى الامج، تعالى الباراجراف، تعالى ديف، وتعالى كمان ديف ماشي. السورس بتاعته هقول له images clients واحد، استنى لا اسمه واحد ماشي. ظهرت الصورة هيت، ممكن انا ايه اجيب العنوان ده برضو هنا في ال H2 ده هيت clients، او خليها testimonials. هقولك حاجة، خليها clients وخلي كل الكلام ده يبقى clients. لا ده في الهيدر هنا طيب ليه انا خليتهم كلهم نفس الحاجة؟ لو انا خليت دهيت testimonials ورحت هناك كتبت في الهيدر testimonials وجيت في الجافا سكريبت عشان اتعامل مع الاي دي، هقوم كاتب هنسى واكتب clients. اللي هيحصل كده انا هو اني فيهم كان اي دي واني فيهم كلاس، هبدا ان انا اتلخبط. فلا يا باشا ما تتلخبطش، اكتبهم كلهم نفس الحاجة ماشي. انت عارف طبعا ان الكلاس عشان تكتب كلاس بتكتب دوت، والهيدر الاي دي قصدي بتكتب هاش، خلاص انت عارفهم تمام كده الدنيا ماشيه كويس. طيب
ماشي، ادي جيت عند الكلاينت وحطيت الايمج اهو. طيب ايه موضوع الات البرسنت 20؟ لو انت بصيت على الصورة نفسها، ادي الكلاينت الصورة اهي، تعال نبص على الاسم بتاعها من هنا، اسمها واحد مسافة، وبعدين افتح قوس واحد اقفل المسافة اقفل القوس. لو انا جيت وكده، مش من هنا، لو انا جيت عملت كده هتشتغل ولا لا؟ هتشتغل عادي على ما اتذكر يعني، اشتغلت عادي، الصورة موجودة مفيش مشكلة. ولكن في بعض الأحيان ما ينفعش إن أنا أكتب مسافة، زي في اللينك كده، لو أنا بصيت هنا فين فين اهيت، لو أنا عملت بالشكل ده كلمة سيشن 21 ما ينفعش ان انا اكتبها في اللينك مسافات، ما ينفعش ان اللينك يبقى فيه مسافات، تمام؟ فبنكتبها برسنتيج 20، بنكتبها كده، تمام. طيب انا جيت عوضت عن المسافة اللي هنا، المسافة ديت ببرسنتيج 20، هتشتغل؟ اه هتشتغل عادي. طب كتبت مسافة بس هتشتغل؟ اه هتشتغل عادي. انهي الاحسن؟ الاحسن ان انا اكتبها كده، والاحسن اصلا ان انت ما تكتبش مسافة في اسم الصورة، يعني ده اصح حاجة يعني، تمام. اعمل داش، اعمل اي حاجة، بلاش مسافات يعني. طيب تعال نكمل. انا عايز اجيب الحاجات في النص، وعايز اخلي كلاينتس ده هي تبقى فيه بادنج، واظبط الحاجات دي كلها. طب تمام، هاجي زي ما عملنا فوق، احنا كنا عاملين نوت ايه بادنج، احنا عايزين نمسح دول. لا مش دي، فين الاباوت؟ الاباوت الاباوت كان في بادنج، ايوه هي دي، 5 رام 0. هاجي هنا دوت كلاينتس، البادنج 5 رام 0، كامل ريفرش، يبقى في 5 بادنج هنا. طب خلاص هحطها جوه كونتينر، نوت كونتينر طيب كلاينتس ديت مش جوه الكونتينر، مش مشكلة، لأن أنا كده كده هجيبها في النص. دوت كلاينتس اتش 2 تكست الاين سنتر، تكست الاين سنتر اهيت، الصورة اهيت. طيب تعال نيجي على كلاينت ذات نفسها، دوت كلاينتس دوت كلاينت، هديله مارجن من فوق وتحت، نقول 3 رم، ويمين وشمال 0، انا مش محتاجة اليمين وشمال في حاجة. ماشي، بالنسبة للايمج ممكن اصغرها شوية، دوت clients dot client، ادي الايمج. ممكن تاخد الهايت والويتس 40 بكسل، 40 هتبقى صغيرة اوي، طبيعي اخليها 400 مثلا، هتبقى كبيرة. اصغر، هي هترسى في الاخر على 150 تقريبا. مية خمسة وسبعين، حلو، معقولة كده. يبقى خلي ده هي 175. ممكن اصغر شوية اكبر شوية، مش هتفرق. واديله طبعا ايه البوردر راديوس 50%. طيب انا عايز ان الحاجة تيجي في النص. طيب عشان انا اجيبها في النص هقول له تعال نجرب كده التكست الاين،
وفي حاجة فصلت هنا. الصورة جت في النص، جت في النص تمام. بعدها أنا في عندي الباراجراف اللي هيكتب فيه الرأي بتاعه أو الأوبينيون بتاعه أو الفيدباك أو أيا يكن لارم. تعال نبص عليه شكله عامل ازاي. جه في النص بس محتاج بقى ايه مسافات. يا عم ماشي، ادي مارجن بوتوم 30 بكسل اوت. الاسم ممكن احنا نحطها في ديف عادي. ديف عادي. ادي كلاس نيم وادي كلاس كان ايه اللي مكتوب هنا بقى الكومباني مثلا. يا عم اي حاجة مش مشكلة. ادي جون دو وادي لورم. كفاية 3 كلمات هما بالشكل ده. ممكن بقى ان انا ابدأ اغير الحجم بتاعهم شوية. دوت كلاينتس دوت كلاينت. كان عندنا النيم والكمباني. دوت نيم الفونت سايز مثلا نخليه 22 بكسل ودوت كلاينتس دوت كلاينت دوت كمباني كمباني الفونت سايز خليه اصغر شوية 20 بكسل. وعايز اعمل له مارجن بوتوم كده مارجن بوتوم 16 بكسل. وده مش نيم، مش واخد كلاس نيم ولا ايه؟ المفروض جون دو ده هيتكبر صح؟ طيب نيم ده موجودة جوه كلاينت اللي موجودة جوه كلاينتس تمام. تعالى كلاينتس الاس اللي هنا كانت ناقصة كده هتطبق كده هتطبق ماشي. طبعا انا عايز مارجن فوق وتحت خلاص ماشي سي. خليها مارجن عامة 16 بكسل 0 كده ظبطت ايه من فوق ومن تحت. ممكن بقى اظبطها خليها مثلا الفونت ويت بتاعه يبقى بولد. فونت ويت بولد اعتقد كده الشكل معقول. طيب الجزئية ده هي ايكون وكتابة وكتابة ما فيهاش حاجة عملناها قبل كده كذا مرة. مش ندخل على البلوج. نفسي افهم ليه ده هي ساعات تشتغل وساعات تشتغلش. ماشي الله ادي ستارت سيرفيس ادي ستارت كلاينتس. وادي اند كلاينتس بالشكل ده. الجزئية اللي بعدها كانت البلوجز. نعتبر ان كل واحدة منهم عبارة عن بلوج واحد. طب تمام ادي دوت بلوجز خليها سكشن لان احنا كل مره بنعملها سيكشن. هنيجي هنا نخليها ديف دي مش فارقه على فكره. ماشي ادي ستارت بلوجز وادي الاند بلوجز وهدي لها برضو اي دي بلوجز واقوم واخدها كوبي. هروح هناك عند النافيجيشن بار اللي موجود جوه الهيدر واقول له عند البلوج اهوت بلوجز واقوم اقفلها تاني ونرجع لكلامنا. ماشي هيكون فيها برضو زي ما احنا بنعمل كل مرة ادي اتش 2 موجود فيها كلمة بلوجز. وبعدين هاجي عند البلوجز هنا هوت نفس كل مرة بقول بادنج 5 ريم 0. ما ينفعش يبقى في مسافة بين الرقم واليونت بتاعته
مفيش المسافة دي. تمام، هاجي هنا ابص كده، الدنيا بدأت ايه تبقى موجودة شوية. ماشي، هو دلوقتي موجود بس محتاج الخلفية. تمام، فهنبص هنا على البلوجز، اهيت موجودة بس ملهاش خلفية، فهديلها الخلفية اللي احنا بنعملها اللي هي اللون السكري، background color هاش F7 F7 F7. كده بقت باينة إلى حد ما يعني. ماشي، وبرضو هاجي عند البلوجز، بلوجز H2 تكست ألاين سنتر. جت في النص، حلو خالص. تعال نعمل الكونتينر بتاعنا ونشتغل جوه الكونتينر دوت كونتينر. ايه اللي موجود عندي؟ اللي موجود عندي تلات حاجات زي قبل كده. خلاص، يبقى هنعملها برضو فكرة الرو، نفس فكرة الرو اللي احنا عملناها، نفس الفكرة فكرة الرو والكولونز اللي احنا عملناها هنا هنعملها برضو هنا، ونخلي الويتس بتاعتها تبقى 33% والفليكس بيزز بتاعها 33% والكلام ده كله. طيب احنا كنا عاملينها فوق ازاي؟ دي كانت الجزئية بتاعت السيرفيسز. تعال ندخل هنا نشوف، ادي رو وادي جواها الكولومن، صح؟ تمام، نفس الفكرة هنعملها تاني هنا اهوت. يبقى ادي رو واخد مثلا بلوجز داش رو وجواها دوت كولومن بلوج، كولومن داش بلوج وجواها الكتابة بتاعتنا. تعالى نحط مثلا تيست كده دلوقتي. طيب، نفس الكتاب اللي احنا عملناه فوق هنعملها تاني هنا، كانت السيرفيسز رو واخده فليكس راب، فبرضه هنيجي هنا اهوت على دوت بلوجز داش رو ياخد نفس الحاجة. ماشي، والكولوم سيرفيسز كولوم انا برضو عشان عايزها تلاتة وانا عارف ان هما تلاتة ومش عارف ايه، فخلاص هخليها كده اهوت ايه كولوم بلوج، هي اسمها كولوم بلوج. خلاص، يبقى اغيرها اخليها بلوج كولوم. ايوه، هو معلش، هو الفليكس بيسز كان بتاع ايه عشان نفسه زي زيه زي الويتس، الاتنين نفس الحاجة. اوكي ماشي، تمام، اوكي طيب اوكي ماشي. تعالوا نبص بس على نقطة أنا عملتها غلطة من شوية، اللي هو أنا كتبت ديت اسمها سيرفيس كولوم، وجيت هنا هناك خليتها كولوم بلوج. خد بالك، هنا احنا بنتكلم عن البلوج وهنا بنتكلم عن السيرفيس. يا عم سميها زي ما انت عايز، بص انا معاك ان انت تسميها زي ما انت عايز، ده صح، ده صح جدا، مفيش مشكلة. بس المشكلة في ان انت هنا هتنسى انت مسميها كولوم بلوج ولا بلوج كولوم. ماشي، فخليك دايما شغال على نفس الحاجة بالظبط. تعال برضو ايه نشيل الاس اللي هنا ده، تعال نشتغل على نفس الحاجة بالظبط. انت خليتها كلمة بلوج موجودة الأول، يبقى كلمة بلوج موجودة الأول. انت عملتها داش، يبقى تخليها دايما داش، وهكذا. نفس الحاجة اللي انت بتعملها تفضل تعملها. ماشي، ده لمصلحتك انت. ماشي، هي موجودة هنا اهوت، المفروض ان هي موجودة بنفس الطريقة. لو انا جيت هنا وقلت له دوت بلوج ورحت مدي للبلوج ده ذات نفسها الباك جراوند مثلا دوت بلوج بالمفرد، باك جراوند كولر مثلا ريد عشان نشوف الشغل عامل ازاي. ماشي، انا كده كده مش كاتب فيها حاجة، ادي تيست وادي الكولوم ده هكررها ادي 2 4 6 موجودة بنفس الحاجة اللي موجودة فوق. تمام، طيب انا مش عاوزها 6، انا عاوزها 3 بس كفاية. ادي الكولوم نكرره. طيب تعال نبص هنا الشكل عامل ازاي. الشكل ان هي في صورة تحتها كتابة وكتابة وكتابة بس كده. بس كده، تعالى نقعد نعمل ايمج والسورس بتاعها ايمجز سلاش بلوج سلاش كان اسمهم واحد، صح؟ تمام،
مش من هنا، من هنا. ماشي، انا عايزها مرة واحد، مرة اتنين، مرة تلاتة. مرة واحد، مرة اتنين، مرة تلاتة. هبص كده هلاقي ان الصور جت، بس طبعا هي ايه واخده يعني ما سايز كده غريب خالص، ف هديلها ويدث 100%. دوت بلوج ايمج هتاخد ويدث 100%. كده الصور اتظبطت عندي تمام بقى نفس الشكل ده. هاجي بقى الكلام اللي تحت ده هوت، ابدا ان انا اظبطه. تعالى نقول ان هي مثلا ايه ابتدت ياخد كله على بعضه كده ديف، عشان نديله الخلفيه اللي احنا عاوزينها. خلينا نظبطها في اول واحده وخلاص. ادي ديف ياخد كلاس بلوج كونتنت كونتنت. طيب انا ملاحظ ان انا عندي هنا اهوت تلات حاجات. اول حاجه ديت نقول مثلا ان هي الكاتيجوري، وبعدين التايتل، وبعدين ريد مور. هاجي هنا اهوت ادي ديف ياخد كلاس كاتيجوري نون مثلا وورد بريس. وتاني واحدة هياخد التايتل لورن مثلا نون 10 كلمات كفاية كده. واخر حاجة كلمة ايه ريد مور، يبقى برضو ريد داش مور بالشكل ده، وهكتب جواها ريد مور. ماشي، الحاجة موجودة عندي اهوت. طبعا انا مش عايز الخلفية تبقى لونها احمر، انا عاوزها تبقى بيضة. هناخد بالنا ان اصلا الخلفية اللي هنا هي الاف 7، فلما اجي عليها واخلي ان الخلفية بتاعتها بيضة هتشتغل عادي، هتبقى صح. ممكن اجي عند البلوج دهيت الريد ده خليه يبقى وايت. ماشي، هبص كده اه الدنيا تمام شغالة. هنا انا شايف ان اللون ده سكري واللون ده ابيض تمام. طيب تعالى بقى ايه نيجي على التنسيق بتاعهم بقى. مبدئيا هاجي عند البلوج دهيت وادي له بادنج. اتعود دايما تدي بادنج لاي حاجه، البادنج بيدي شكل حلو قوي. تعالى نبص مش من هنا، ادي ده وادي ده. ماشي، ادي الايه الثانية واحدة. ماشي، لو انا جيت بصيت على البادنج، البادنج اشتغل كمان حوالين الصورة. انا مش عاوز ده يحصل تمام، فانا بدل ما هدي البادنج ده ليه البلوج دي ذات نفسها، هدي البادنج للبلوج كونتنت. يبقى هيجي على بلوج دوت بلوج كونتنت اهيت، ادي بلوج كونتنت، وهاجي اديله البادنج اللي انا عايزه اللي هو 10 بكسل. كده مفيش حاجة حوالين الصورة، الدنيا تمام، مفيش أبيض اهوت، وال بقى في بادنج أنا شايفه هنا اهوت موجود تمام. ماشي، أجي بقى على تنسيق كل واحدة منهم. خلاص الدنيا بقى هنا بتبقى أسهل شوية. فين الماوس؟ اهوت أدي بلوج، أدي بلوج داش كونتنت. اول حاجه كانت ايه الكاتيجوري، طب تمام ادي دوت كاتيجوري هديله الفون سايز، هو الطبيعي بيبقى 16 فخليه اكبر شويه 18 بكسل، واخلي الكالر يبقى جراي. اعمل ريفريش بقت اكبر شويه وبقت جراي. وهاجي على التايتل دوت بلوج دوت بلوج داش كونتنت
content dot title. الخط انا عايز اكبره شويتين يبقى فونت سايز دوت 18، لا اخليها 22 بكسل. وابص كده هلاقي من هنا لهنا، اه ده هو بقى كبير كده فعلا تمام، بس فاضل ان انا ابعده شوية فوق وتحت. مارجن اللي فوق وتحت يبقى مثلا 20 بكسل، ويمين وشمال صفر زي ما هو عادي. ابص كده اتظبطت ماشي. طيب بالنسبة لريد مور دهيت، هلاحظ بقى اكتر من حاجة فيه. اول حاجة بالنسبة للون، انا عايز اظبط اللون بتاعها دوت بلوج، وبعدين دوت بلوج كونتنت 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 دوت ريد مور. برضو الكالر هو الجراي، والفونت سايز 18 زي اللي فوق خلاص، 18 بكسل ماشي. طب انا لو حطيت الماوس عليها، يعني انا متوقع هنا ان هي بتبقى كيرزر. طيب الطبيعي والصح ان انا اخليها ايه، ان انا اعملها ايه، عشان انا ده هو المفروض هيوديني على صفحة تانية. طيب طقت في دماغي انا عايزة تفضل زي ما هي كده ماشي. الحل ان انت تيجي كده وتقول له كده، طبعا همسح كل ده واقول له الريد مور ده هيت، لما اجي اعمل عليها هوفر الكورسر او الماوس بتاعي يبقى على شكل ايه، على شكل بوينتر مش من هنا. الكورسر بتاعي يبقى على شكل بوينتر، فلو جبت الماوس حطيته هنا هيبقى بوينتر. طيب هل ده له معنى؟ لا. هل ده هيودينا على صفحة تانية؟ برضو لا. تمام، فالاحسن ان انا اعمل ايه، اخليها تبقى ايه، اجي هنا اقول له ايه اللي تشرف فوقك، مش هيوديني في حتة عادي. ادي الريد مور اهيت اهوت. لو انا شلت بتاعت البوينتر كورسر دهيت هتشتغل عادي ماشي. بقت محتاجة دلوقتي الكالر دهوت، اهو معملها ايه، الكالر بقى جراي، والتكست ديكوريشن تكست ديكوريشن نان، رجعت لاصلها وراجع دلوقتي بقى زرار، لو ان انا ضغطت عليها هيوديني في حته تانية. طيب فاضل شويه حاجات صغيره بقى في الحته دهيت للتنسيق، عشان بس يبقى زي اللي هناك بالظبط. لو انا بصيت هنا ديت ما فيهاش بوردر ريديوس، بس الصوره نفسها فيه بوردر ريديوس من كل النواحي، فانا هاجي على الايمج. فين الايمج، فين الايمج اهيت، بوردر ريديوس 5 بكسل او خليها 10 او 20 او ايا يكن، خليها 10 عشان تبقى باينه. بس انا عندي اختلاف شويه. لو انا جيت دلوقتي على البلوج ورحت مديلها البوردر ريديوس اللي هو واخده، بوردر ريديوس 1 بكسل سوليد جراي، انا ايه اللي عامله غلط هنا؟ اه ده البوردر ماشي، هو ده تقريبا نفس اللي هو عامله، او اه هو فعلا نفس اللي هو عامله. ثانية واحدة، وفي هنا بوردر ريديس على الصورة نفسها. انا عن نفسي مش مستلطف البوردر ريديس ده تمام، بس البوردر ريديس اللي تحت ده عجبني حلو خالص، ده سكر ده ماشي. طيب هعملها ازاي؟ هاجي على الايمج بوردر ريديس، خليها صفر صفر 10 بكسل 10 بكسل، ما من غير المسافات. احنا كنا قلنا قبل كده لما بيبقى فيه مارجن وبادنج والحاجات ديت، واجي ادي اكتر من قيمة فوق يمين تحت شمال بالترتيب كده، فوق يمين تحت شمال. بالنسبة للبوردر ريديوس بيبقى فوق على الشمال، فوق يمين تحت يمين تحت شمال ماشي. تعالوا ايه نعملها كده ونشوف اه ده الصفحة التانية. لو انا جيت عملت كده بقى اللي فوق اهوت مفيش بوردر ريديوس ولا هنا ولا هنا، بس في بوردر ريديوس هنا وهنا. عايز تعملها كده خير وبركه، عايز انت تخليها كلها بوردر ريديوس انت حر ماشي. انا شايف بس اللون الجري ده هو غامق شويتين، فممكن انا افتحه اخليه 999 اي 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 ماشي اهوت.
طيب تعالى برضو ايه ناخد الكلام ده هوت كوبي بيست في اللي هناك، ادي البلوك كونتنت تحت الصورة دهيت، ادي البلوك كونتنت تحت الصورة كده الشغل تمام. طيب يتبقى هنا اهوت، انا لو حطيت الماوس هنا المفروض ان الصورة هتكبر. في بعض الحالات هو الصورة هنا فيها شوية حاجات غريبة كده، هنا الصورة بتكبر بتطلع بره ال ديف اللي انا عايزه، وبره وهنا بيعمل زوم بس. طيب تعالى نشوف ديت، وتعالى نشوف ديت ممكن تتعمل ازاي. من شوية كان عندنا في الحتة اللي فوق دهيت كنت بقول له ايه، هوفر على السيرفيس من بره هتغير الخصائص اللي في الايكون من جوه، ده نفس اللي احنا هنعمله هنا. تعالى نيجي هنا مش دهيت بلوج، هاجي اقول له دوت بلوج لما يبقى في عليها هوفر. في عندك ايمج جوه فاكرها، بص يا باشا هتكبرها شويه. طب تكبرها ازاي؟ عندك ترانسفورم، ترانسفورم سكيل مثلا نخليها 1.5، ماشي. تعال نشوف ايه اللي هيحصل عندي، مش من ده من ده. طيب بص كده الصورة بقت بتكبر حتى وانا ايه بحط الماوس تحت اساسا، ماشي حلو. طيب انت عايزها كده خلاص، ماشي خلاص احنا كده خلصنا، يلا السكشن اللي بعده، يلا شباب يلا اللي بعده تمام. طيب مش عايزها كده، انت عايز ان انت تبقى بتكبر جوه جوه بس من غير ما تطلع بره زي ده كده اوفر فلو هيدن، ماشي. هتيجي على البلوج نفسها، فين البلوج؟ هيت البلوج هيت اوفر فلو هيدن، مش متأكد منها دي، ربنا يستر. تعالى كده اهو بتكبر عادي. طيب هلاحظ ان هي يعني بتدخل على الكلام اللي بره صح، بتدخل على كلمة وورد بريس واللورم ابزم دهيت، هي بتدخل عليها، هي ما بتطلعش بره ايه، بره البلوج ده ذات نفسه، بره الايه المنطقة دي، بره المنطقة المنورة دهيت تمام. فخلاص هقول له خلي لي يا باشا الحتة دهيت اللي هي واخدة المنطقة بتاعت الصورة، المنطقة دي تبقى ديف، يبقى حط الصورة جوه ديف ياخد كلاس ايمج مثلا، ماشي. خلاص هعمل تغيير صغير كده هنا، ادي الايمج، ادي ديف ياخد كلاس ايمج بالشكل ده، نفس الفكرة هنا نفس الفكرة. انا عملتها هنا صح؟ طب تمام. تعالى دوت ايمج الاوفر فلو هيدن ديت، انا مش عايزها جوه البلوج، لا انا عايزها جوه بلوج كلاس ايمج، يبقى بلوج دوت ايمج اوفر فلو هيدن. تعال نعمل ريفرش، بقت بتكبر جوه المنطقه بتاعت الصوره ما بتطلعش لبره. عايز انت تحركها وهي مثلا ايه حاجه زي دهيت، هي بتيجي على الشمال شويه، لا دي ما بتجيش على الشمال شويه، دي معمول اوفر فلو هيدن للكونتينر نفسه. عايز تخليها كده ادينا عملناها، عايز تخليها كده ادينا عملناها، عايز تخليها 1.3، 1.5، عايز تصغرها اكتر تكبرها اكتر انت حر. اخر حاجه الكونتاكت والفورم الفوتر، او اخر حاجتين يعني للدقه، فين فين فين، ماشي. احنا كده خلصنا البلوج، ندخل بقى على سيكشن سيكشن ياخد كلاس كونتاكت ياخد اي دي كونتاكت، هات لي دهيت حطها هنا اهوت، ستارت كونتاكت كونتاكت و end contact، ماشي. وهاجي فوق في النافيجيشن بار، هاجي عند الكونتاكت واكتب له كونتاكت،
لو انا جيت هنا بس ايه حطيت اي حاجة بالشكل ده، لو انا طلعت فوق خالص وجيت عند الكونتاكت، هي موجودة، هي تيست اللي موجودة على الشمال تحت دي، بس ايه انا اتأكدت كده ان هو فعلا بينزل على مهله. تمام، كده احنا انجزنا كل ده هو. تمام، تعال ندخل على الكونتاكت ونشوف هي معمولة ازاي. H2 كونتينر، ماشي نفس الفكرة، هاجي هنا H2 مكتوب contact us، وبعدين عندي dot container. الكونتينر دوت المفروض ان هو موجود جواه فورم، او خلينا نقول ان دول لسه موجودين الاول، تلاتة ايكون والديفات والحاجات ديت. لا ده باين ان هو رو اساسا، ماشي يبقى دي دوت رو. تعالى نقول ايه كل واحدة من دولت كونتاكت، ماشي يبقى كونتاكت انفورميشن يبقى رو داش كونتاكت داش انفورميشن، وبعدين هحط ان هو 3 كولومز، يبقى ممكن اقول له دوت انفو دوت كولوم. انا كنت كاتبها هناك ايه، كنت كاتب سيرفيس كولومن وكده، يبقى خلاص يبقى انفو كولومن، ماشي احنا كده ماشيين صح. وانا عايزها كده كده 3، يبقى تمام زي الفل كده انفو كولومن. ونفس الفكرة هنا اهوت، هي كانت يبقى انفو رو انفو داش رو وخلاص. هاجي هنا اقول له انفو كول رو. فاضل ايه تاني بتاعت الفليكس بيزز، اهي متظبطه، والبادنج والحاجات دي كلها تمام. يبقى يلا بينا، انا عايز اتاكد ان انا ماشي صح. اقوم جاي هنا، ديت المفروض ان هي التلاتة صح. طب تمام، ادي تيست، تعالى نيجي هنا نعمل ريفرش، مش من ده، من ده كده هما جايين فعلا في النص زيها زي اللي فوق. وكونتاكت اس ديت اخليها ايه تيجي في النص، ادي دوت كونتاكت ال H2 تكست الاين سنتر، وبرضو هاجي عند الكونتاكت اعمل له بادنج 5 rem.contact، البادنج 5 rem 0. ممكن اجي برضو ادي للكونتينر شوية مارجن كده، كونتاكت دوت كونتينر مارجن من فوق وتحت مثلا 3 rem 0. الكود غلط، كونتاكت كونتينر. تمام، تسلم. كونتينر كونتينر ايه اللي حصل بقى؟ لان هو مش المفروض ياخد مارجن، لان هو اوريدي واخد مارجن من فوق، فممكن انا اديله مارجن توب بس، مارجن توب 3 rem. تمام اتظبطت اهي. ايه المشكلة اللي كانت حصلت؟ المشكلة ان انا جاي على الكونتينر نفسه ومديله مارجن ليفت 15%، فلما جيت دلوقتي اديت له مارجن 3 rem 0 راح لاغي ال 15% ديت واداني صفر. تمام، طيب تعالى نيجي نرجع تاني هنا ونكمل اللي احنا عاملينه. طيب كانت كل واحدة منهم عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايكون وكلمة على ما اتذكر، ايكون وعن وتايتل وفاليو. ادي ايكون، انت عايز الايكون هنا هوت ايه مثلا؟ ده تليجرام وده هوت ايميل وده هوت فون، ماشي تليجرام. بالشكل ده
هلاقيه. كونتاكت، كونتاكت انفو، كونتاكت انفو. انا كنت عامل ايه؟ كولوم انفو، انفو كولوم. لا هنا هوت مش هيبقى انفو كولوم، لا جوه كل انفو كولوم فيه انفو. ليه؟ لان الكولوم دهيت هي اللي واخده 33% وليها بادنج، انما الانفو ديت هي اللي تاخد التنسيق اللي انا عايزه اللي احنا عملناها قبل كده في البلوجز. بقى في واحده واخده الكولوم وواحده واخده البلوج، فهنا اهوت برضو واحده واخده الكولوم وواحده واخده البلوج الانفو. ماشي، ادي انفو من غير كلمة كولوم، المفروض ان هي موجود جواها في اي. الاي ده هو هياخد فونت سايز كبير شوية، فونت سايز ونفترض مثلا 28 بكسل، ياخد بادنج 12 بكسل، ياخد باك جراوند كولر وياخد كولر. الباك جراوند كولر اللي هو اللون السكري، والكولر نفسه اللي هو البلاك. الباك جراوند كولر F7 F7 F7، والكولر بلاك مثلا. تعال نبص كده ظبطت اهيت. هو ماشي، هي الايكون ذات نفسها ما كانتش انسب حاجة، نخلي واحدة تانية. طب بلاش كده، تعالى نقول كايت. نقول لكم حاجة لذيذة، انا اجيب لكم الايكون دي ذات نفسها وخلاص. هو ده فونت اوسم برضو. لوكيشن ار، حلو. تعال نجيب اللوكيشن اوت. وطبعا في بوردر راديوس، راديوس 50%. ممكن بقى اكبرها حبة حلوين زي ما انا عايز، خليها 36 بكسل. ماشي، طيب انا عايز اجيبها في النص، فانا هاجي عند الانفو دوت كونتاكت كونتاكت دوت انفو تكست الاين ايه سنتر، جت في النص اهوت. طب تمام كده الكلام متظبط ومتبستف. هاجي احط نوت اتش 3، وانا كان قال لي ايه الادرس، ادرس، وهاجي نوت باراجراف لورم مثلا ايه 10 كلمات كده لذيذة يعني، مش من هنا. ماشي متظبطة اهيت. ممكن بقى ان انا اديله البادنج اللي انا عايزه، او اظبط شوية لو انا عايز. ممكن مش لازم اديله بادنج، خليها زي ما هي كده مش مشكلة. وظبط التنسيق بتاعهم، واجي كده اهوت انفو كولوم، ادي كنترول سي في في، وادي اخر 2 دول امسحهم، واجي اعمل ريفرش هتظهر لي بالشكل ده. ماشي، طيب انا ممكن انا اصغر الكونتينر اللي هنا ده لوحده، يعني ادي ده كونتينر مختلف، بدل من هو واخد الويتس مثلا 70%، ممكن اخليه ياخد ويتس 50% بس. ممكن اعمل كده، وممكن انا اسيبها كده يعني، مش فارقه كتير. طيب اخر حاجه عندي ده كان ايه، كان الرو انفو. دلوقتي انا عايز ادخل على الفورم. الفورم عندي عباره عن ادي نيم، ادي ايميل، ادي تكست اريا. ماشي، يبقى ادي عندي انبوت. بص تعالوا ايه نشوف ممكن احنا نعملها ازاي كدفات وكده، يعني هتساعدنا الحته ديت شويه. ممكن انا اجي اقول ان ده واخد، ان ده واخد ديف، واخد النص. ماشي، في واحد تاني واخد ديف واخد النص، نفترض ان هما الاتنين نفس الهايت عادي، وفي واحد تالت واخد ديف واخد 100% من الويتس. تمام، يبقى ده هوت يعني اسهل حاجة ان احنا نعملها display flex
ونخلي الفليكس بيزز بتاع كل واحد منهم 50%، ودهوت يبقى 100%. ماشي، هاجي جوه الفورم واديله كلاس رو وهحط له 3 ديفات، ادي ديف وادي تاني وادي التالت. اول اتنين كل واحد منهم هياخد ويتس 50%، يبقى انا ممكن ادي له كلاس ويتس 50%، ادي كلاس ويتس 50%، واخر واحد ده هياخد ويتس 100%. ماشي، ايه ده؟ لا دي كلاسات انا اللي اعملها بنفسي عشان اجي اكتبها هنا. ادي كونتاكت، ادي الويتس 50%، ويت دوت، ده هياخد ويتس 50% وفليكس بيزس 50%. وهنا ده لما يبقى 100، ده هيت 100 وده هو 100. ماشي، هاجي كده احط بس ايه انبوتس، انبوت هنا، انبوت هنا، وتكست اريا هنا. تعالى نعمل ريفرش. ماشي، هما جايين دلوقتي جنب بعض. نفس المشكلة ديت كانت حصلت من شوية، ان الحاجة بتيجي جنب بعض. طب انا عايز ان انا اقول له لا نزلهم زي ديت، مش لازم تتزنقهم، انت في عندك فليكس بيزز يا عم اسمع الكلام. تمام، فباجي اقول له فليكس راب، راب. ماشي، ده هو ايه، ادي كلاس رو، اقول له مثلا ايه رو، ادي فورم رو، فورم رو. اجي اقول له دوت فورم رو، الراب الفليكس راب بتاعي يبقى راب، فليكس راب راب، مش ده كده الدنيا. تمام، فعلا ده جه لوحده، جم الاثنين دولت فعلا لوحدهم، والتكست اريا لوحدها. طبعا لسه في تنسيق ليهم انا عارف، بس يعني ايه كده احنا وصلنا لاول خطوه احنا عاوزينها. ماشي، هاجي بقى عند كل انبوت منهم، ادي عند ال دوت فورم رو، كل انبوت خليه ياخد ويتس 100%، وهنبدا نشوف بقى الموضوع دوت هيتحل ازاي. دلوقتي هو مش كل واحد منهم موجود في ديف، الديف ده انا ممكن اديله بادنج. ماشي، يبقى دوت فورم رو اللي واخد ويتس 50 ده، دوت ويتس 50 هو اوريدي موجود فوق صح، احنا محددينه من فوق. لو انا جيت اديت له بادنج مثلا 20 بكسل كده الدنيا اشتغلت. ممكن اجي عند الانبوت وادي له هايت 3 رم، بدأت تظبط اهي، بدأ الشكل يقرب شوية من ده. ماشي، ممكن بقى ادي للانبوت ده ذات نفسه باك جراوند كولر، اللون السكري F7 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 F7. طيب بالنسبة للإطار اللي حواليه ده، الإطار ده هوت بيبقى حاجتين، بيبقى بوردر وبيبقى أوتلاين. يبقى بوردر أقول له نان، والأوتلاين برضو نان. هو مش باين، أو معرفش ممكن يكون باين عندكم، بس أنا ممكن أقوم جاي أديله بادنج 10 بكسل، أو بلاش يعني خليها 5 بكسل كده. خليها 10 واديله طبعا البليس هولدر اللي انا عايزه. هاجي هنا اقول له النيم بتاعه ان هو نيم، والبليس هولدر انتر يور نيم. ده كده واضح، وبرده نفس الفكره عند التاني دهوت. خلي التايب بتاعه ان هو ايميل، واقول له النيم ايميل، واقول له البليس هولدر انتر يور ايميل.
ده كده اتظبط وده كده اتظبط والدنيا كده تمام. طيب فاضل بقى بالنسبة للتكست اريا، هديلها برضو بليس هولدر انتر يور مسج. ماشي، هي موجودة هنا اهوت انتر يور مسج، بس لسه طبعا نفس التنسيق اللي احنا عملناه هنا هنحتاج ان احنا نعمله هنا. طيب نفس البادنج اللي عملناه ده هنعمله برضو هنا. هي بدأت برضو زيهم، واجي هنا عند الانبوت اديلها ويتس 100% والهايت، هو الاختلاف هيبقى في الهايت. ماشي، ممكن اديله برضو ايه دوت فورم انبوت دوت فورم رو لما يبقى في عندك تكست اريا. هي اشتغلت تمام، بس لسه فيها كذا نقطة عاوزة ان هي تتظبط. ماشي، اول نقطة ان انا لو جيت هنا صغرتها كبرتها بتصغر وتكبر لفوق ولتحت وكل حاجة. لو بصيت هنا على دهيت انا ممكن اصغرها وممكن ما كبر، ما ينفعش اكبرها وما ينفعش اجيبها يمين وشمال. طيب ده يتعمل ازاي بقى؟ مبدئيا الهايت ده انا مش عايزه، بس مش هينفع ان انا اشيله لان هو موجود عند كله، فممكن يجي عند دوت فورم رو التكست اريا الهايت بتاعها مثلا 10 رم، هي طبيعي ان هي تكون كبيرة شوية، هي موجودة ايه كبيرة قدامي. ماشي، طيب لو عايز انت تخلي الاوت لاين دوت انت حر عادي في الفوكس. ماشي، بس خلينا ان احنا ايه نحتفظ بان هو مش موجود. طيب كانت دهيت ايه ريسايز تقريبا. احنا عملناها ديت قبل كده ولا لا؟ ولا دي بتبقى في ال CSS صح؟ من هنا من هنا هات التكست اريا دهيت الريسايز، اما ان انت بتقول هو انا مترجع للنقطة بس عشان عاملالي ايرور، اللي هي تقسيمة الدف اللي فيها اتنين من فوق واحدة من تحت. انا ليه ما عملتش كده؟ جواها دفين حطيت كل واحدة فيهم 50% هاي، وبعدين خدت الدف اللي فيها اللي هي متقسمة بالنص من النص دي عملت لها الدفات جواها، واشتغلت على الاتش تي ام ال اكتر من سي اس اس. تاني عاوز ان احنا نعمل ايه؟ استنى، حسب اللي انا فهمته احنا دلوقتي عندنا ديف كبيرة. ماشي، نفترض ان ادي الديف الكبيرة خالص اللي هي الفورم كلها. تمام ماشي، هعمل ديف تاخد نص كده وديف تانية تاخد نص كده. مظبوط، ايوه ماشي. والديف الخضرة ده هي تاخد اتنين، واحد هنا بالظبط وواحد هنا. ماشي، ده حل ممكن. ماشي، بس مش هفضله علشان لما نيجي نصغر الشاشة ونخلي الحاجة ريسبونسيف، هي الحاجة دلوقتي احنا عاملينها ما تكونش ريسبونسيف، انا واخد بالي. لو ان احنا هنحتاج ان هي تبقى ريسبونسيف هاجي على الاخضر دهوت هخليه بدل ما ان هو واخد 50% هياخد هياخد 66% على حسب على حسب عدد العناصر اللي فيه. انما دلوقتي لما انا خليتها بالشكل ده كل واحد منهم واخد هايت هيفضل نفس الهايت بتاعه عادي، انا مخلي الهايت بتاعهم اوتو اساسا. ماشي، فبالشكل دوت انا قللت الشغل شويه. بقى في شغل في السي اس اس، نقلت الشغل من اتش تي ام ال للسي اس اس. اللي انت بتقوليه صح، اللي انت بتقوليه صح عادي، بس افضل حل ما اعتقدش. انا شايف ان الحاجه لما تكون بالشكل ده اعتقد ان هي يعني اوضح شويه. ماشي، لو كده جربي ده، لان ده برضو زي ما بقولك هو مش غلط، هو هيطلع لك الناتج صح. جربيه وقولي لي انا جربته طلع احسن في كذا كذا كذا. تمام، ما فيش مشكله يعني. تمام تمام تمام. طيب نرجع للنقطه دي. ماشي، تعالى بقى ايه
الايه الريسايز. الريسايز ممكن انا ايه راحت فين اهيت. الريسايز ديت عند التكست اري، اما ان انا ممكن اقول له بوث. لو انا جيت قلت له بوث بالشكل ده، لا مش ديت. لو انا جيت قلت له بوث، فانا ممكن انا اكبرها واصغرها من ناحية الاكس والواي وفوق وتحت وكل حاجة، مفيش عندي مشكلة. تمام. طيب انا مش عايز ان انا اديها ال الايه البوث، انا عايز ان انا اديها vertical بس او horizontal بس. تمام، تعالى نكتب هنا vertical. انا دايما بتلخبط بين الفرق بين vertical و horizontal. طيب انا هجرب ان انا اكبرها فوق واصغرها بالشكل ده، هي بتطلع وتنزل ماشي. طب يمين وشمال ما بتتحركش. طيب هخليها تبقى horizontal، تعال نعمل ريفرش. يمين وشمال تتحرك، فوق وتحت ما تتحركش، هي بقت خلاص ثابتة. او ان انا اجي هنا اقول له نان، فهنا هي خلاص ثابتة، مفيش حتى اشارة نوت او علامة او اي حاجة ان انا ممكن احركها. تمام. فعامة اللي بيبقى مستعمل شوية الفيرتيكال، ان انا ممكن اكبرها لتحت بس ما ينفعش ان انا ايه اجيبها يمين او شمال. واكتب بقى اللي انا عاوزه هنا، اكتب اللي انا عاوزه هنا، اكتب اللي انا عاوزه هنا، وهعمل بعد كده هو زرار السبميت. طيب تعالى ايه نظبط الدفات دهيت. ممكن اديله برضو ويتس 100 على فكرة، بس بدل ما ان هو واخد تكست اريا هخليه يا اما بوتن، يعني ده حل. الحل التاني ان انا انبوت التايب بتاعه سبميت. ايه الفرق ما بينهم؟ لا مفيش فرق ماشي. هقول لك حاجة، ممكن اديله كلاس كنا اديناه من شوية كان لينك بلاك. تعال نعمل ريفرش كده. مش هينفع عشان واخدين كلاس الانبوت ده هنا. ماشي خلاص. انا ممكن اقوم جاي اهوت اقول له دوت فورم رو دوت انبوت لما يكون واخد كلاس لينك بلاك. ده معناها عندي في بيرنت اسمه فورم رو موجود جواه انبوت، والانبوت ده يكون في نفس الوقت واخد كلاس لينك بلاك. ماشي تعال نجيب اللينك بلاك من فوق. هات لي الخصائص دي تحطها هنا. نفس الكلام ده هوت دوت فورم رو انبوت دوت لينك بلاك لما يبقى في هافر عليه، كان في السطر 134. نفس الكلام ده حطه هنا. تعالى كده نشوف التأثير هيظهر صح ولا ايه. ظهر صح، بس هو واخد الويتس بقى كله. ممكن بقى اخلي له الويتس اوتو اوت، عايز اجيبه بقى في النص ماشي. مش هو موجود في المية في المية دوت. تكست الاين سنتر جه في النص ده، زيه زي اللي فوق ده هنا اللي استعملناه من شوية. اعمل فورم واعمل سبميت ماشي. طيب فاضل اخر حاجة خالص عشان بقى نكون خلصنا الصفحة كلها، الفوتر ده. طبعا هتقولوا بقى الفوتر مفيهوش حاجة وكده، طب تمام يلا بينا. ماشي. الفوتر في عندي تاج فوتر برضو، ممكن اديله كلاس فوتر عشان لو ان انا احتاجت اتعامل معاه. طيب لو انا بصيت على الكتابة اللي موجودة هنا اهيت، تعالى ناخدها كده كوبي
هلاقي ان في حرف غريب هنا. ايه ده؟ ايه حرف السي ده؟ لا بص احنا مش هنكتبها كده، هي ديت حاجة اسمها HTML Entity، يعني حاجة كده انت بتكتبها بطريقة مختلفة في ال HTML وهو بيفهم انت عايز تقول ايه. بتبدأ ان انت تقول له and، وبعدين في الاخر سيمي كولون، هنا بتكتب له مثلا ايه كلمة copy. في شوية كلمات كده محفوظة، تعال نبص كده على الشكل اللي عملناه. لو بصيت هنا موجودة اهيت بالشكل ده، ماشي. تعال نكتب ايه مثلا اهوت. طيب ادي عندي العلامة دهيت. ليه كتبتها كده؟ كتبتها كده اول حاجة لان الصح ان انا اكتبها كده، فبالتالي دهوت هيساعدني في السيو، تمام. تاني حاجة ان انا لو خدتها كوبي بيست والحاجات ديت فالدنيا ما بتبقاش تمام. طيب هل هي ال entity هي ديت بس؟ لا، هو في كذا entity مختلفة مش بنحفظوهم، يعني احنا بنتعامل بقى ايه من كتر ما احنا بنتعود عليهم. بص اهم، لو العلامة اللي انت عايز تكتبها ديت اللي هي الاكبر من واصغر من ده، هي طبعا انت مش هتعرف تكتبها لان ده تاج، ماشي. فانت بتكتب less than بالشكل ده او greater than بالشكل ده، ماشي. علامة الاند ام بي الدولار مثلا، كان في دولار لسه شايفه دلوقتي راح، ماشي. حتى الدولارات راحت يا جدعان، ماشي. اليورو مثلا باوند، اليورو اني واحد دهوت، فانت بتكتب يورو. الكوبي رايت فبتكتب كوبي، ريجستر ذا تريد مارك بتكتبها ريج بالشكل ده، ماشي. طيب تعالى نكمل. لو انا جيت هنا اهوت في مثلا حاجة انا عايز اكتبها، بص يا باشا انا هعمل لك شرح دلوقتي عشان تكتب HTML، فانت بتكتب ديف بالشكل ده. لو انت كتبتها كده، انا عايز الاوتبوت يظهر كده بس مش هعرف، فانا هاجي دهيت اقوم قايل له دهيت كانت ايه، كانت لس زين مش كده، خلاص يبقى اتي اند ال تي ادي سيمي كولون، ودهيت كانت جريتر زين يبقى اند جريتر زين سيمي كولون، ماشي. نفس الفكرة هنا الحته ديت وادي الحته ديت برضو ايه، خليها جريتر زين. طيب انا عايز اشوف الاوتبوت ده، هاجي على الصفحة عادي اعمل ريفرش او اتظهر كده، تمام ماشي. دي بالنسبة يعني ايه لل HTML entities ان احنا نعدي عليها. اجي بقى هنا اهوت على الفوتر ذات نفسه، دوت فوتر اديله هايت مثلا 120 بكسل، الباك جراوند كولر بتاعته تبقى غامقة شوية 4x4، الكولر يبقى وايت، والتكست ممكن برضو اديله ايه فليكس عشان اخلي الحاجة في النص بالظبط، display flex justify content center align items center out. نفس الحاجة تقريبا، نفس الحاجة اهوت. ممكن انا اخلي اللون يبقى غامق شوية، الهايت يبقى اقل شوية، ادي صفر هنا، الكالر بدل ما هو يكون وايت خليه مثلا 3 3 3، لا خليه اي 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 دي 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 اي اي اهو. توتا توتا خلصت الحدوتة، عرفنا ان احنا نخلي النافيجيشن بار ثابت فوق بقى شفاف برضو متظبط، الحاجات دهيت لما بضغط عليها بيبدأ ان هو ينزل او يطلع بطريقة سموز، ان انا بقول له HTML السكرول سموز، انا فاكر كانت ايه، باجي في ال HTML بقول له السكرول بيهيفير سموز، ماشي. عملنا البروجرس بار دهوت، عملنا البوتنز دهيت، خلينا ان هو هوفر على البيرنت يعمل حاجة على التشايلد، تمام. هنا هو برضو هوفر على البيرنت يعمل حاجة في التشايلد، خلينا الصورة ما تطلعش بره المكان المحدد ليها، تمام. ظبطنا الفورم دهيت، خليناها بتكبر وتصغر لفوق ولتحت بس، ما ينفعش ان هي تيجي يمين وشمال.
البوتن دوت عملناه نفس فكرة ال input اللي فوق، وعرفنا ال HTML entities. تمام، هو كفاية اعتقد، كفاية. حلو، قبل ما نخلص، في حد عنده مشكلة في اي حاجة، او ان الدنيا مش تمام مع حد، ولا الدنيا تمام ان شاء الله النهاردة؟ ماشي كده، يبقى هفهم ان الدنيا ان شاء الله كده تمام النهاردة. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. هبعت لكم برضو تاسك، هبعت لكم ويب سايت تاني، صورة تعملوها، ولو يعني انا افضل ان احنا الاسبوع اللي جاي كل واحد يسلم التاسك ونتناقش فيه، انا عملت ده كده، ده انا عملت ديت كده، يبقى السيشن كلها الثلاث ساعات كلها مشاركتكم انتوا، كانها ورك شوب. ها انت عملت ايه، انت عملت ايه كده اهوت. تمام، هبعته لكم مع الملفات بتاعت المشروع دهوت ان شاء الله. ماشي، لو ان انتوا ما عملتوش التاسك، هنشتغل تاسك جديد، هنشتغل حاجة جديدة ونعمل تاسك جديد. ماشي، بس هتكونوا انتوا اللي خسرانين. ماشي، انا عارف ان انتوا عندكم امتحانات والدنيا مزنوقة والحاجات دي كلها، بس يعني راجع كده الحاجة اللي احنا عملناها، هتلاقي ان هي قريبة من الشغل اللي احنا اللي هبعته لكم ان شاء الله قريب منه. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي.